مساء الخير يا حضرات. معاكم دكتور مينا. أنا باحث عسكري في بخصوص الطيران تحديدا، يعني تبع المجموعة 73 مؤرخين. يمكن أنتوا بتتابعوني كتير قوي على الصفحة بتاعت الوحدة وكده. أنا بكتب لكم حاجات كتير طبعا لو أنتم متابعوني بشكل يومي. يعني احنا هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم قوي، يفرق معانا كتير قوي ان احنا نعرف عن ايه هو الجيش الاثيوبي تحديدا، يعني والدفاع الجوي الاثيوبي ومواضيع كتير قوي بخصوص سد النهضة وكده. فانا هحاول بقدر الامكان ابسط عليكم الموضوع ونلخصها كده بشكل كويس بعيد عن اي حاجة. اتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين النهاردة معايا، ونقدر نحاول بقدر الامكان ان احنا نوضح امور كتير غايبة عننا يعني في الموضوع ده. بس انا عاوز اقول ان احنا هنتكلم بارقام. يعني انا دايما ما بحبش ان انا اقعد واتكلم كده بطريقة عادية، لا انا عاوز اتكلم بفاكتس بحقيقة. فانا بس في البداية عاوز اقول ان احنا بتنعي المجموعة 73 مؤرخين اللواء محسن طه، احد ابطال المجموعة 39 قتال الله يرحمه، وربنا يطول عمره. امين يا رب لكل الابطال الباقيين لنا من 73 من الحرب. طبعا الناس دي ثروة قومية بالنسبة لنا، وهم عايشين هم دليل ان احنا قدرنا فعلا، حطمنا الأسطورة اللي كانت ممكن تتعبنا طول السنين، يعني اللي هي الأسطورة الإسرائيلية، ان هم يقدروا يفضلوا دايما متمسكين بقصة الجيش الذي لا يقهر. تمام، حابين بس نبدأ نتكلم. لو اتكلمنا عن الدفاع الجوي الأثيوبي، الدفاع الجوي الأثيوبي يا جماعة بالنسبة لنا هنقسمه ل دفاع جوي محطوط على الحدود ومع اريتريا. هما كان ليهم حرب ما زمان مع اريتريا لو كنتوا انتوا فاكرين. الحرب دي قعدت وقت شوية طويل، وهم يعني يعتبر عجنوا بعض فيها. يعني حاليا اللي باقي من الجيش الاثيوبي، لان هما بيحاربوا حروب كتير قوي من زمان، تقريبا حربين او حاجة. كانت في حرب في الخمسينات تقريبا عملوها زمان، وبعد كده كملوا مع الجيش الاريتري. تمام، هنتكلم دلوقتي عن اللي باقي من الحرب دي. هما ما عملوش تطويرات كتير قوي بالنسبة على مستوى الدفاع الجوي والسلاح الجوي، بس نقدر نقول ان اهم التطويرات اللي اتعملت كانت نقدر نقول ان هم دخلوا منظومات ما كانتش موجودة، ما عرفوهاش اصلا قبل كده. في الوقت الحالي لو حبينا نتكلم عن دفاع جوي الاثيوبي زي ما قلنا، هنقسمه لدفاع جوي محطوط على الحدود ودفاع جوي محطوط بيحمي الأهداف اللي هي حصينة قوي اللي هم محتاجين يحموها زي سد النهضة. نقدر نلخص ده تقريبا في 3 أو 4 منظومات بالكتير. تمام، هم كان عندهم سام اتنين قصدي، والسام اتنين ده هم حطوه على كل التطوير اللي عملوه، ان هو حطوه على شاسيه دبابة. استفادوا شوية من قصة ان دلوقتي العالم كله بيجري في حكاية انه لازم
ان احنا نخلي الدفاع الجوي يتحرك. تمام، المناورة بالدفاع الجوي مهمة قوي يا جماعة، لان ده الدرس اللي اتعلمته اغلب الجيوش العالم من الحروب بتاعة العراق تحديدا، ان الدفاع الجوي الثابت ده بيبقى متلاحظ، بيتراقب كويس وبيتعرف اماكنه، وفي نفس الوقت بيبقى سهل ان انت تضربه، على عكس اللي بيتحرك. هم استفادوا من الدرس بس يعني على قدهم شوية، فكل اللي عملوه في السم اتنين ان هم راحوا حطوه على شاسيه دباباتي 55 تقريبا، وبقوا بيتحركوا بيه بيحاولوا يعملوا منه كتايب، لكن احنا مش هنعتبره تهديد قوي، لان منظومة زي كده خلاص يعتبر عفى عليها الزمن. فكرة ان انت تتعامل مع هدف واحد وترصد هدفين او اكتر بس وتتعامل مع واحد منهم، ده موضوع بقى صعب قوي، لان انت هتحتاج ان انت تتعامل مع اكتر من هدف في وقت واحد. نقدر نلخص الدفاع الجوي الاثيوبي دلوقتي زي ما قلنا، ان في منظومات هم حاطينها على الحدود مع اريتريا، ودي اللي هي سام 3. تمام، سام 3 تو ام، واللي مش واخد باله عن السام 3 شوية، فهي مداها 35 كيلو. انا بس عشان كاتب الارقام معايا، ف يعني هحاول اديلكم ملخص كده عن كل حاجة. هي مداها 35 كيلو، مطورة طبعا، والارتفاع بتاعها تقدر تتعامل مع اهداف لحد 18 كيلو، وأقل ارتفاع تقدر تتعامل معاه هو 100 متر. تمام، ده اللي بيقوم ان هم بيحطوه على الحدود مع اريتريا. طيب، هتفرق معانا قوي فكرة ان احنا نفهم ان اثيوبيا يا جماعة دولة حبيسة، هي ملهاش حدود بحرية، ف ده معناه ان لو يعني كان في قرار ان السد ده لازم يعني ينضرب، وده حل عسكري واحنا ما نتمناهوش طبعا، بس احنا قادرين عليه يعني نقدر نعمله، بس لو في حالة ان ده كان القرار النهائي يعني، ف لازم هتعدي من حدود برية يعني، وفي الاغلب يعني ممكن تكون يا اما اريتريا يعني كأكتر نسبة، يعني ان انت لازم تعدي من الحدود الاريتريتية، وده ممكن يحصل بتنسيق او من غير تنسيق، دي ليها ارتباطات تانية يعني، ليها حاجات تانية ممكن تتدخل فيها، بس تقدر تقول ان هنعدي على المنظومات اللي هي السام 3 دي. هنقدر نقول، بس معلش يا جماعة انا مش هقدر ارد على بس على الاسئلة اللي هي اللي بتظهر لي، عشان بس ابقى مركز معاكم شوية. تمام، فيا ريت اي اسئلة اتمنى تكون بعد الشرح. تمام، فالمهم نتكلم على الدفاع الجوي الاثيوبي، بيمتلك زي ما قلنا منظومة السام 3 المطورة اللي احنا قلنا عليها دي. تمام، زي ما قلنا ان دي اقل ارتفاع فيها 100 متر. تمام، واكتر ارتفاع فيها 18 كيلو. تمام، ومداها 35. طيب، هل المنظومة دي ممكن تشكل خطر بالنسبة لنا في الحقيقة؟ لأ، احنا شفنا بنتعلم الدرس من المراقبة بتاعت يعني أشقائنا في السلاح الجوي السوري والدفاع الجوي السوري، ان احنا شفنا قد ايه هما كان الموضوع بالنسبة لهم صعب قوي ان هما يصدوا نوعين من الصواريخ بواسطة المنظومات دي، اللي هي كانت صواريخ الرامبيج وصواريخ اللي هي ثواني كان معايا اللي هي الجسام، اللي هي الاي جي ام 158. تمام، ده كان بيتضرب من على السفن، وكان بيتضرب كمان من الطيران. فالفكرة في ان الرادارات ما كانتش، السام 3 كانت بتقدر تتميز الاهداف دي شوية، وبالتالي ما كانتش بتقدر تتعامل معاها. كمان عندهم دي، ده بالنسبة للدفاع الجوي اللي هو على الحدود، على الحدود مع اريتريا. هندخل بعد كده
ليه الدفاع الجوي عضوا، تمام، منظومتين مهمين قوي، في منظومة السبايدر، ومنظومة السبايدر دي حصل عليها جدل كبير قوي، ان هو موقع دبكة الاسرائيلي قال ان اثيوبيا امتلكتها. طيب وفي نفس الوقت ظهرت اخبار برضو تانية ان بتقول ان السفارة الاسرائيلية في مصر قالت ان الكلام ده ما حصلش، هما ما زودوش الاثيوبيين بالمنظومة دي، تمام، وفي نفس الوقت قالوا ان هو ده اللي هيحمي السد يعني. طيب بفرض موجودة او مش موجودة، تمام، هنتكلم عن المنظومة دي ان هي بتستخدم مدار قيسى مدى تقريبا من 70 ل 110 كيلو، تمام، فده مدى كويس، بيقدر يتعامل مع اهداف على بعد 15 كيلو مدى وارتفاع 9 كيلو، تمام، اوكي. المنظومة دي هي بتتكون من نوعين صواريخ ما فيهاش رشاشات طبعا، صاروخ البايسون، بايسون 5، تمام، وصواريخ الديربي. طيب الديربي ده صاروخ راداري، المتابعين منكم موضوع شوية الطيران، الصاروخين دول تقريبا صاروخين يعني اسرائيلي بيتركبوا على الطيارات علشان خاطر تدخل في دوك فايت مع بعض وتقدر تسقط بيهم طيارات تانية. هم مكافئين للإمرام اللي هو الديربي مكافئ للإمرام بس بمدى أقل، في منه طبعا نسخة مطورة بمدى أكبر، لكن هو مدى 45 كيلو لما بيتضرب من الجو يعني. وفي البايسون 5 ده مكافئ للسايد واندر اكس اللي هو الجديد اللي هو اللي بتقدر تضربه الطيارة في 360، في دايرة 360 حوالين الطيار، ده برضو نفس الكلام، الاتنين بيتركبوا على العربية وفي نفس الوقت بيقدروا بنظام الرصد والرادار، ومعاهم طبعا منظومة الكترو اوبتيكال بترصد كهرباء بصري، يعني بترصد الصواريخ والطيارات بالحرارة وبتتابعها وبتقدر تضرب عليها بعد كده. طيب هل المنظومة دي خطر؟ علشان بس نفهم حاجة بسيطة خالص شوية، هي لمحة تاريخية، هو بداية إن حد يستخدم صواريخ دفاع جوي من النوع ده كان الصرب، هم اللي استخدموا صواريخ الR-60، دي صواريخ اشتباك جوي برضو نفس الكلام، وحملوها على قواذف وضربوها من الأرض، والR-73 بس ما حملتش نتائج يعني مرجوة قوي. اللي بيستخدم برضو الصواريخ دي الحوثيين في اليمن، بس بصراحة نتائجها مع الحوثيين حلوة قوي، بيستخدموا منظومة بتضرب صواريخ الR-27 الحراري، برضو نفس الكلام بفكرة بسيطة خالص، كاميرا حرارية بتتثبت وفي نفس الوقت بتضرب الصاروخ بمجرد ما ترصد الهدف، وبيحطوا له الأوكسيلري باور يونت اللي هي وحدة بتقدر بيسموها وحدة يعني الكهرباء البديلة في حالة الطيارات، هما بياخدوها بيثبتوها مع سيكونس بسيط خالص من، وبيقدر يضرب الصاروخ ساعتها على الهدف، وعاملة إصابات ولسه هي ضربة التورنيدو اللي لسه واقعة من ما فيش من أسبوعين ثلاثة. المهم طيب عايزين نفهم هل دي برضو مشكلة بالنسبة لنا، احنا بنتكلم في ان المنظومة نفسها مش بتتعدى ال 15 كيلو في المدى، تمام، ده مدى صغير يعني، هي اكتر مصممة مش ان هي تضرب طيارات على قد ما هي مصممة شوية ان هي يعني تشتبك مع القذائف، يعني بعكس السام 3، السام 3 ممكن يبقى في مدى طيارة، يعني ممكن يرمي صاروخه على طيارة وممكن طبعا على صاروخ، لكن البايسون المفروض انه معمول علشان يتعامل مع القنابل ويتعامل مع صواريخ الكروز مش الطيارات يعني في حد أكبر يعني، تمام. أنا زي ما قلت، طيب أنا مش هقدر أرد على أسئلة فمعلش أعذروني عشان أنا فعلا مركز كويس قوي معاكوا يعني. طيب حابين نفهم، طيب المنظومة دي هل ممكن تقلقنا؟ في الحقيقة لأ،
نبص على الهند بتاريخ 27 فبراير، تمام. الهند هاجم عليها في 27 فبراير 2019، زي ما انتم متابعين طبعا معانا على الصفحة، ان حصل ان الهنود هجموا على، المفروض ان هي معسكرات تدريبية، تمام. وفي نفس الوقت جات باكستان عملت كمين جوي وردت على الكلام ده بان هي ضربت اهداف جوه الهند. طيب هي استخدمت في ده ان هي راحت رمت باكستان بطيارات مراش 5، تمام. رمت قنابل، قنابل يعني، ومنها مجنح، ورمت قنابل صيني، تمام. كان في قنبلة منهم هي اسمها اتش 4، تمام. لو تسمعوا عن قنابل الرابتور، تمام، هي اصلا ابتكار برازيلي باكستاني، تمام. هي الهند جت رمتهم، قصدي باكستان رمتهم من طيارات المراش 5، تمام، بالتنسيق مع طيارات الايراكس. ولما رمت قنابل زي كده، ورمت كمان قنابل بجانبها، قنابل باكستانية الصنع، تمام، بيجيبوا قنابل المارك 82 والمارك 83، لو تسمعوا عنها، اللي هي قنابل أمريكاني عادية خالص، بتترمي يعني بالتوجيه من الطيارة، لكن زي ما بيقولوا قنابل سقوط حر، تمام. هما بيقدروا يحطوا عليها كت، يعني بيحطوا عليها وحدة توجيه، تمام. وهم عاملين وحدة التوجيه دي في باكستان، تمام. فده لو انتوا يعني، اكيد طبعا في ناس هتسألني على احنا ممكن نتعامل مع باكستان ازاي، فانا هجيب طبعا هتكلم عن الموضوع ده بشكل موسع يعني اكتر في الاسئلة. المهم ان القنابل دي لما اترمت على الاهداف الهندية، تمام، السبايدر ما اعترضهاش، القنابل كلها حرفيا يعني جت في الاهداف بتاعتها مظبوط، والسبايدر ما قدرش يعترضها، مع انه المفروض ان هو مصمم انه يعترض الـ الاهداف اللي زي كده، بل بالعكس ان هو راح ضرب يعني طيارة هليكوبتر هندي بالغلط، فده يعني حاجة كانت رهيبة يعني. فكان هما شوية الباكستانيين قالوا احنا شوشنا وعملنا، طب معلش اصل منظومة السبايدر برضو معاها كهرباء بصري، معاها جهاز كهرباء بصري للرصد، والجهاز ده بيقدر يرصد الأهداف بالحرارة، فده معناه إن أنت حتى لو أنت شوشت عليه يعني برضو مش هيعمل تأثير كبير، لأن أنت في النهاية برضو أنت تفضل، هو هيفضل شايف الهدف، فده معناه إن هو يا إما أخطأ الإصابة يا إما في نفس الوقت ما رصدهاش بالشكل الكافي. والقنابل فعلا أو القنابل نفسها وصلت فعلا الأهداف، وكانت مهمة كبيرة يعني بالنسبة للباكستانيين. كده احنا اتكلمنا على 3 منظومات، هما ما عندهمش حاجات تانية، هما اللي معاه بجانب السام 3 بيحمي منظومات الشركة، لو انت عارفين عربيات الشركة، تمام، اللي هي زد اس يو 23 اي 4، تمام، لو تقدر تقولوا ان هو برضو نفس الكلام، رشاشات بتتوجه بالرادار، عربية بيبقى فيها رادار كده وفيها 4 رشاشات، بتقدر تضرب على الأهداف على الصواريخ وكده، تمام. ده بيحمي السام 3، ده مدمج في كتيبة السام 3 وبيحميها المفروض من القذائف اللي بتضرب عليها. ده بالنسبة للدفاع الجوي الأثيوبي، تمام. احنا آخر منظومة بالنسبة له كانت البانستير، لو طبعا انتوا عارفين البانستير، تسمعوا عنه طبعا. البنستير يا جماعة دي منظومة روسي. في حد بيقول بنستير، ادينا انا بقول بنستير، تمام. دي منظومة روسي، المفروض ان المنظومة دي بتتعامل برضو نفس الكلام، نفس المنطق بتاع السبايدر، هي معمولة علشان تتعامل مع القنابل، تتعامل مع صواريخ الكروز، مخصصة أكتر زي ما قلنا هي والسبايدر للأهداف أو المقذوفات، تمام. هي مش معمولة بأي حال من الأحوال للقنابل،
الطيارات، تمام، الا لو الطياره نفسها نزلت دخلت المدى او طيار هليكوبتر، في ساعتها ممكن يتعامل معاها. المهم يا جماعه ان البنستير ده بتبقى عربيه بقى مدمج فيها صواريخ اللي هي الاس اي 22، تمام، ومعاها رشاشين، تمام. المدى بتاعها 18 كيلو، والارتفاع بتاعها مش بيتعدى بأي حال من الأحوال ال 9 كيلو، يعني تقريبا نفس فكرة السبايدر كمدى، لكن الفكرة إن البانستير بيبقى معاه أكتر الرشاشات، تمام، فدي بتفرق جدا مع الأوبريتور اللي جاي، إنه بيبقى عنده كذا سوليوشن إن هو يتعامل بيه مع الأهداف اللي جاية، سواء كان بالرشاش أو سواء كان بالصواريخ. طيب البانستير بيمثل مشكلة. طيب احنا شفنا برضو نفس الكلام، ان البنستير في سوريا مش طول الوقت بيقدر يتعامل مع الاهداف الجوية، بمعنى هو بيبقى بيحاول بقدر الامكان انه يحمي اللي هو بيبقى محطوط علشان يحمي الهدف اللي هو فيه من القذائف. الاسرائيليين كانوا بيعملوا حركه ان هم يا بيشوشوا عليه، تمام، لان هو فيه رادار فبيشوشوا عليه، ولما بيحكموه في قصه المنظومه الكهربصري فده يخليه ان هو ما بيقدرش يتعامل في المدى بتاعه كله، تمام. في حاجة كمان، ان هو لما بينوشوه، لان اغلب الصواريخ الكروز هي صواريخ بتكون بتقدر ان هي تتحرك من مكان لمكان، تمام، فتحس ان يعني بتكون تقدر، لو تقدر تتخيل معايا ان هي بتبقى عاملة شوية شبه الطيارة اللي بدون طيار، تمام، تقدر تحركها من الحتة دي للحتة دي، تنور وتلف حواليه، وفي نفس الوقت بتستنى احسن وقت ان انت تضرب فيه وبتضرب. غير كده في نفس الوقت انت ممكن لو نوشته هو ده بيشد نظره اكتر من ان هو، لان هو بيبقى مضطر انه يحمي نفسه طبعا، فده بيخلي ممكن فارق مع الوقت ان انت تقدر تهاجم منه الهدف اللي انت عاوزه. طيب ده بالنسبة للدفاع الجوي، هما ما عندهمش غير الثلاث منظومات دول، يعني حتى منظومة السبايدر هي دي منظومة ما احنا شاكين فيها اصلا ان هي موجودة، لان زي ما قلت ان يعني السفارة الاسرائيلية قالت ان احنا ما اعطيناهمش المنظومة دي، لكن اللي احنا متأكدين منه هو اللي احنا قلنا عليه اللي هو السام 3 المطور والبانستير، لان دي حاجات هما اظهروها، يعني هما وروها لنا في الفيديو بتاع حفلة القوات الجوية بتاعتهم، لان هم عندهم القوات الجوية والدفاع الجوي، ده سلاح واحد مش زينا، احنا عندنا نوعين من السلاح، قوات جوية ودفاع جوي، لا هم عندهم سلاح واحد اللي هو القوات الجوية وملحق بيه وحدات دفاع جوي، وده باين، يعني هو كده كده الدفاع الجوي زي ما انتوا شفتوا هو مقتصر على كم منظومة من دول، واذا كانت في حاجات متهالكة اصلا يعني حاجات عفى عليها الزمن، فالموضوع يعني صعب، بس احنا هنتكلم في دول تحديدا، هم دول اللي عليهم العين يعني. طيب لو جينا عاوزين نتكلم، احنا كده اتكلمنا عن، عشان برضه افكركم، احنا اتكلمنا عن كل منظومة بيستخدمها الدفاع الجوي الاثيوبي، والكومنت اللي ليا انا كمينة عليها، تمام، او مش الكومنت اللي ليا انا كمينة بس، لا ده هو ده اللي احنا بنشوفه من خلال متابعتنا للمنظومات دي في أسلحة جو تانية أو في دفاع جوي تاني، وخصوصا عند السوريين وعند الهنود، يعني لأن احنا شفناهم الاتنين بيستخدموا نفس المجموعات. أوكي ندخل بعد كده عن لو احنا هنختار لو احنا هنختار طيارة من سلاح الجو المصري تتعامل مع الأهداف دي. اوكي احنا ممكن نختار طبعا الرافيل. ليه الرافيل؟ في العادي كان ممكن ان انا اقول لكم ان الرافيل بتعمل وبتعمل وبتعمل، بس انا حبيت اوريكم
شوية معلومات عن الرافيل، تمام، من سلاح الجو الفرنسي، تمام. سلاح الجو الفرنسي عمل عملية جوية، تمام، فوق ليبيا، كان بيسموها هارماتان، تمام. لو بتستغربوا الاسم شوية، فهي الهارماتان دي اللي هي نوع من الرياح، أو رياح قوية شوية في الصحراء الغربية، يعني ده معنى الاسم، عشان لو استغربتوه. طيب، سلاح الجو الفرنسي لما استخدم الرافيل في العملية دي، لازم الأول قبل ما أعرض ليكم داتا مهمة عن سلاح الجو الفرنسي، نتكلم معلومات عن إزاي بيتم العالم كله دلوقتي. أي سلاح جو عاوز يهجم على هدف، تمام، المفروض إن ده هدف محمي كويس، والهدف ده غير إن فيه دفاع جو بيحميه، فيه كمان طيران بيحميه. وفي العادي بنفترض ان طبعا مستوى القوات المعادية اللي مفروض بتحمي الهدف ده، المفروض ان احنا بنفترضها ان هي قوية. طيب، كان في جنرال اسمه جون بويت. الجنرال ده عمل كونسبت جديد قوي، تمام، ده طيار امريكاني. الراجل ده عاصر كذا حرب. المهم، الراجل ده كان على مستوى التخطيط ابتكر حاجة اسمها أودا لوب. ايه بقى الأودا لوب ده؟ الأودا لوب، تمام، هي ما معناه، بص كده معايا، لو شايفين هنا معايا ان observe، أودا اختصار observe، orientation، decide، act. طيب، ثواني، اوكي. يعني ايه observe؟ اللي هي تقدروا تقولوا عليها ان انا بجيب كل منصات الاستطلاع بتاعتي والمراقبة، تمام، علشان خاطر اكون صورة كاملة عن الاهداف بتاعتي والعدو. وده حاضر حاضر، معلش، بس حاضر، ماشي. انا بحاول بس اتكلم بالراحة، لان مش كل الناس يعني على قدر ان هم يستوعبوا شوية الكلام، فبحاول بقدر الامكان افهم بالهداوة. يعني انا عاوز افيد الناس كلها من اللي قاعدة بتتكلم في من قاعدة بتشوف الفيديو، يعني. تمام، هو الاوبزرفيشن بالنسبة لنا ان هو ان احنا بنراقب، بنجيب طيارات الاستطلاع للانذار المبكر والاستطلاع برادارات الأرضية اللي هي الصار، وبنجيب طيارات السيجنال انتليجنس اللي هي الطيارات اللي بتقدر تراقب الدفاعات الجوية، تمام، وان هي بتراقب الترددات بتاعتها، بتشوف مين الرادار اللي شغال ومين الرادار اللي مش شغال. في كمان طيارات تسنط، تمام، اللي بيسموها الالنت، دي برضو نفس الكلام، بتتسنط على رادارات. المهم ان انا بحاول بكل وسائل الاستطلاع بتاعتي، حتى كمان بالتصوير الاهداف نفسها ومتابعتها، ان انا اقدر اكون الصورة كاملة عن الهدف اللي انا عاوزه، الهدف اللي انا عاوز ادمره، تمام. وكمان نشاط القوات الجوية المعادية اللي موجودة في ضمن الحدود للدولة المعادية ليا. اوكي، بعد كده اورينتيشن، بمسك كل المعلومات اللي انا خدتها دي وبحللها كويس جدا، وبعد كده بطلع منها ان انا احط شكل للعملية نفسها اللي انا عاوز اعملها.
وبعد كده بقرر انا هبدأ منين او ايه الاهداف اللي انا هعملها، وبأكت ان انا ببدأ انفذها فعلا. طيب العملية بتاعت هارماتان دي كانت لسلاح الجو الفرنسي زي ما احنا قلنا فوق الأجواء الليبية. طيب احنا انا ليه بتكلم عن سلاح الجو الفرنسي؟ لأن سلاح الجو الفرنسي استخدم الرافال في العملية دي، وفي نفس الوقت سلاح الجو الليبي والدفاع الجو الليبي شوية تمام كانوا برضو عندهم ميكس ما بين منظومات الدفاع الجوي الروسي أو السوفيتية القديمة، وبميكس كمان مع منظومات غربي ورادارات سوفيتية ورادارات غربي زي الرادارات الإيطالية اللي هما كانوا جايبينها على طول قبل الإيه المعركة دي. فهما شوية المثال ده يا جماعة بالنسبة لنا هو أقرب مثال للسيناريو شوية، إن إحنا نتفرج على الرافال إن هي تتعامل مع أهداف برضو بتحاكي، او احنا هنعتبرها ان هي بتحاكي الاثيوبيين طبعا، مع قوة اكبر بكتير وعدد اكتر بكتير من المنظومات لسلاح الجو الليبي والدفاع الجوي الليبي في الوقت ده. العملية دي بالمناسبة 2011، فهي يعني مش بعيدة، بل بالعكس ده كونسبت كتير طلعت بعديها وتعلمنا منها حاجات كتير قوي. فانا هنقول المعلومات اللي انا هبدأ اقولها، انا هقول ارقام عشان تبدأوا تفهموا الرافال اتعملت ازاي في المهمة دي. فانا هبدأ اقول ارقام دلوقتي مهمة كانت اتعرضت في مجلة اسمها فوكس 3. يعني اللي انا بقوله ده كله مش من عندي يا جماعة، وانا يعني اللي انا بقوله ده مكتوب كده نصا في مجلة فوكس 3، في عدد اللي بيتكلم عن العملية الهارماتان دي. ومجلة فوكس 3 اللي مش عارفها هي مجلة يعتبر بتستخدمها شركة داسولت عشان تعرض بيها أداء الرافال، وهي يعتبر يعني تقدر تقول عليها وسيلة من وسائل اللي هي كومبات بروفن، اللي هو بنعرض فيها العملية الجوية للرافال، فاحنا كأننا بنعمل دعاية ليها تمام. فما يعني الكلام ده مصدق، واللي كتب الأرقام دي هم طيارين أصلا رافال فرنسويين. أوكي طيب، علشان تقدر الرافال تخش معركة زي كده فوق ليبيا أو العملية هارماتان، ففي مقومات لازم تكون في الطيارة القاذفة هنتكلم عليها في الرافال. ثواني أوكي. المدى طبعا، أنا لما نكون عاوزين طيارة تقدر تشتغل في أجواء بعيدة زي اثيوبيا فاحنا هنبقى عاوزين مدى. طيب في عمليه هارماتان كانت الطياره الرافال بيستخدموا طبعا اف 3 الاف 3 تمام، اللي هي مكافاه للاي ام والدي ام بتاعتنا احنا في مصر. طيب الحموله الكليه، الكلام ده معروض في زي ما قلنا في مجله فوكس 3 الفرنسيه، يعني برضه ده الكلام ده مش انا اللي جايبه من عندي يعني، ودي طريقتي انا دايما بحب اتكلم بامثله وبارقام، يعني انا بحب الموضوع يبقى محدد ما بحبوش يبقى عايم تمام. ففي المدى احنا قلنا ان كانت الطياره الرافال بثلاثه تانك، بثلاثه تانك، التانك الواحد تانك الوقود يعني كان بيشيل او ما زال يعني قصدي يعني موجود بيشيل 2000 لتر، 2000 لتر في مجموعهم بستة 6000 لتر بيتشالوا في 3 تنكات وقود، بجانب ان 4 700 4700 لتر ده جوه الطيارة نفسها تمام. كلام اهو محدد يا جماعة، ان الطيارة الرافال النسخة اللي بتشيل مقعد واحد او نسخة المقعد الواحد اللي هي الاف 3 ار مقعد واحد تمام، جواها تمام 10 طن، 10700 لتر وقود. والنسخة المقعدين اللي هي توين سيت تمام 10 400 تمام. حد يقول لي الفرق؟ اقول له ان هو بيستخدموا الجزء اللي هو بتاع الطيار التاني بيستخدموه يحطوا فيه برضه وقود، او مكان وقود يعني مكان الوزن بتاعه. المهم
في طيارات رافال كان الضغط على العملية الجوية في هارمتان، فكانوا مش كل الطيارات بتقدر تروح تتموّن بتنكر فوق البحر المتوسط وتقدر تروح ليبيا. يعني كان في ضغط على التانكر شوية، اللي هي الطيارات التزود بالوقود اللي هي بتبقى طايرة في الجو، بتروح الطيارات تتمول منها. فالطيارات الرافال كانت في طيارات بتروح بتتحرك بتطير من قاعدة اسمها سولينزارا، تمام، دي في جنوب فرنسا، لليبيا مباشرة. تمام، احنا بنتكلم عن مدى تقريبا اكتر من 1700 كيلو. تمام، الطيارات الرافال كانت بتطيرها دايركت بالحمولة الوقود اللي انا قلت عليها دي، وده كان بيديهم وقت كويس جدا، بيديهم تقريبا ساعتين في العمليات، يعني ساعتين يضربوا يعملوا مثلا عملية جو جو او كده، فده مدى كبير قوي. طبعا لو كانوا زودوا بس ان هو يعملوا ريفيول او بادي تو بادي ريفيول، ان هو يطلع طيارة تانية والطيارة التانية دي تمونه جوي زي ما احنا بنشوفنا في اخر افتتاح القاعدة اللي احنا فتحناها جديد، كانت الرافال بتتمون جوي من بعض، فده بيقدر طبعا يديها وقت اكتر، فيديها مدى اكبر ويديها كمان وقت اطول للاشتباك، لان كان في بادي تو بادي ريفيول في العملية دي برضه بدون التانكر الكبير. يا جماعة بدون التانكر الكبير كان في بادي تو بادي ريفيول، وكل ده طبعا مكتوب، فكانت اللي يقدر يشتبك 2:20. انتوا متخيلين وقت كبير جدا، يعني ان هو انت تبقى في مسرح العمليات لمدة 2:20. تمام، فده وقت كبير قوي بالنسبة لنا. طيب الحاجة التانية بالنسبة لنا بخلاف المدى هي الاستطلاع والربط مع الإيواكس، ان احنا كانت الرافال الفرنسية كانت بتعمل في البداية، بتبدأ اول ما وصلت السواحل الليبية ما كانتش بتضرب على طول، يعني اول حاجة كانت بتتعمل زي ما احنا الاودا لود لوب الاوبزرفيشن، ان هي كانت بتستطلع الاهداف كويس جدا بواسطة بودات او الحواضن او اللي كانت بتبقى موجودة في بطن الطيار دي، بتقوم بالاستطلاع، بتصور الاهداف، بترصد حركتها كويس، وده بيتذاع تمام من جوه الطيارة نفسها للإنذار المبكر للطيارات اللي هي الواكس اللي بتبقى طيارة تقود العملية، وبتقدر كمان تذاعها للعمليات الجوية اللي على الأرض، قواعد العمليات الجوية اللي على الأرض. الكلام ده بيحصل بصمت لاسلكي أو عن طريق وصلات البيانات، وصلات البيانات اللي احنا بنسميها داتا لينك 16. تمام، الفكرة ان طيارات الانذار المبكر كانت بتعمل ايه؟ بتجيلها المعلومات هي وقواعد العمليات او غرف العمليات الموجودة على الارض في فرنسا او ايا كانت فين. تمام، الاتنين كانوا بياخدوا المعلومات دي وبعد كده بيحللوها ويروحوا بعتين الأوامر لرافيل. الكلام ده بيحصل في صمت لاسلكي، بتظهر الأوامر في طيارة الرافيل من جوه على الشاشات. التفاصيل الدقيقة دي يا جماعة احنا اللي اتكلم عليها مجلة فوكس 3، احنا مش بنفتي ومش بنقول كلام وخلاص، احنا بنتكلم عن حاجات اتقالت بالحرف، انا بس مجرد مترجم. تمام، مجرد مترجم. طيب المهم لما جه القرار بعد ما احنا خلاص الرافال قدرت تساعد المنصات وغرف العمليات ان هي تقدر ترصد الاهداف،
خدت الأوامر بأن هي تبدأ عملية السيد أوبريشن، اللي هي أن هي تعمل إحباط للدفاع الجوي. تمام، في العادة علشان نكون يعني في الصورة، يعني نحطكم في الصورة، مهمات إحباط الدفاع الجوي بتحتاج طيارات ضخمة شوية. الطيارات دي بتقدر تحدد الإشارات بتاعة بطاريات الدفاع الجوي. تمام، عن طريق إن هي بتستطلع الإشارات دي وبتحدد أماكنها، وفي نفس الوقت بتمرر العمليات الأماكن دي والمنصات بتمرر الأهداف دي للقاذفات اللي بتيجي تضرب بناء على المعلومات اللي خدتها من الاستطلاع الإلكتروني اللي هي الطيارات دي يعني. طيب، اللي متابع معايا هيعرف ان بيشوف دايما ان انا بقول مثلا في طيارات ار سي مثلا 135 موجودة، في طيارات بوسايدون بي 8 وغيرها من الطيارات اللي هي، ودايما اقول استطلاع الكتروني، دي استطلاع الكتروني ناحية سوريا، فخلوا بالكم يا جماعة. لان هو الطيارات دي بتقدر تحدد اماكن الدفاع الجوي وتتنصت على الاتصالات، وتقدر تعرف ترسم صورة إلكترونية كاملة. تمام، وبتنقلها للقاذفات، وبناء عليه القاذفات بتدخل تنفذ الهدف. فده موضوع يعني مهم جدا، ما ينفعش الطيارات تقدر تهاجم بدون استطلاع إلكتروني، ما ينفعش. تمام، فعملية هارماتان فوق ليبيا الرافال قدرت تعمل ده لوحدها. تمام، احنا عندنا وده اللي قالوه برضو نفس الكلام اللي قالوه الفرنساويين. هو بس انا اسف انا مش هرد، زي ما قلت برضو بفكر ان انا مش هرد على الاسئله دلوقتي، يعني انا عارف ان في اسئله كتير بس ممكن نخليها بس في الاخر، يعني اكون شاكر ليكو. المهم، في عمليه هارماتان الرافال كانت بتقدر بالسبكترا، لو تسمعوا في منظومه تحليل اشارات وحرب الكترونيه جوه الرافال مدمجه فيها اسمها السبكترا دي. شكرا لك. دي بتقدر تحدد أماكن الإشارات، وبتقدر تحدد أماكن البطاريات الدفاع الجوي. تمام، الفكرة بقى وده برضه اللي أنا هقوله دلوقتي، ده حاجات معلومات مهمة جدا، إن قدرت الرافال إن هي تدمر منظومات صواريخ سام 3 وسام 6 بقنابل الهامر، أو بقنابل الهامر اس بي يو 38. تمام، من مدى اكتر من 50 كيلو. طيب، لو قدرتوا تفتكروا مدى بطارية السام 3 اللي انا قلته فوق، هتلاقوا ان الرافال تقريبا ما دخلتش في مدى بطارية الدفاع الجوي بأي حال من الاحوال. يعني من مدى اكتر من 50 كيلو، واحنا قلنا ما كنتش انا غلطان مدى الرادار هناك 35 كيلو، او تقدر تتعامل مع اهداف 35 كيلو، فهي ضربت بالقنابل بتاعتها بطاريات سام 3 وسام 6 من مدى اكتر من 50 كيلو. الرافال حددت مكان المنظومات لوحدها، وفي نفس الوقت قامت بضربها لوحدها. تمام، يعني العملية كلها مجرد ان الرافال استطلعت، خدت القرارات، استخدمت معلومات الاستطلاع العادية في الأول، ودخلت نفذت. تمام، ده بيوفر وقت جامد جدا يا جماعة. الطيارة فعلا تحفة إن هي تقوم بده. يعني يمكن أنا عشان قريب شوية لموضوع الطيران وكده، فبقول لكم فعلا اللي بيحصل ده، يعني إسرائيل بتحتاج تعمله بنوعين طيارات. يعني بتعمل بتطلع بالنحاشون ايتان، اللي هي طيارة الانذار المبكر تقود العملية وتستطلع رداريا، وبعد كده تطلع بطيارات النحاشون شافيت اللي هي انذار مبكر، ودي طيارات حجمها كبير جدا على فكرة، تطلع تحدد الاماكن بتاع الدفاع الجوي وتنقل المعلومات دي للاف 16 سوفا. تمام، والاف 15 و معلش انا اسف، بس فارجوكم معلش، ممكن بس
بالهداوة بس عليا في الـ يعني في الأسئلة. تمام، بعد كده بيمرروا المعلومات للمقاتلات، والمقاتلات بتبدأ تخش بناء على المعلومات دي وتدمر البطاريات. تمام، لكن رافال عملت كل المهمة لوحدها في عملية هارماتان فوق ليبيا. تمام، ثواني بس معاكم كده اشوف حاجة. علشان تقدروا برضه تكون معايا في الصورة، رافال بعد ما بتضرب بتأكد النتائج طبعا بحواضن الاستطلاع بتاعتها. تمام، فدي مهمة جدا، لان انت مش بس مطلوب ان انت تضرب الاهداف، لا، ان انت تتأكد ان انت ضربت اهدافك اللي انت عاوزها. يعني هو الموضوع مش ان انت ترمي الكام قنبلة على الهدف وخلاص، لا، لازم تأكد هل اتضربت، هل احدثت بيها يعني عطب كفاية، هل دمرتها ولا لا. تمام، وبعد كده ممكن تشوف هل تحتاج ضربة تانية او لا. تمام، فهي رافال كانت بتعمل كل حاجة لوحدها ما عدا ان هي بتدخل في الاول، بتدخل في الاول بناء على المعلومات. شكرا ليك. بعد كده، طيب علشان نكون برضو معاكم، رافال لما كانت بتدخل، كانت بتدخل المفروض ان هي ما بيكونش معاها اسكورت. تمام، طيب هي قدرت، عملت في عملية هارماتان، عشان تكونوا فاهمين برضو ان احنا لما بندخل على دولة فيها دفاع جوي وفيها طيران وفيها كل الحاجات دي، ما ينفعش ندخل كله مع بعضه. تمام، لكن بيبدأ الاستطلاع زي ما احنا قلنا في اودا لوب، وبعد كده بيحلل، بنرسم الخطة، وبعد كده بيدخل على طول وراه السيد اوبريشن اللي هي اللي عملتها رافيل، وبعد كده بتبدا السيطره الجويه. ليه السيد اوبريشن؟ عشان لو انا دخلت مقاتلات في الاول، تمام، الدفاع الجوي بيتسلى عليها، حرفيا بيتسلى عليها. تمام، ان هو بيبدا يضرب على طول عليها، لان هي بتبقى طياره على ارتفاعات عاليه، وهي طياره على ارتفاعات عاليه عشان تقدر تصيد الطيارات. فلازم الاول امهد له بعمليه احباط للدفاع الجوي عشان يبدا يدخل، ندخل المقاتلات بتاعتي مستريحه في الجو. طيب رافال ساعتها نفذت مهمات حاجه اسمها او سي اي، اللي هي اوفنسيف كاونتر اير، اللي هي ان انا اروح جاي عامل دوريات قتاليه، عذرا، بالقرب من مطارات العدو، بحيث ان انا لو العدو جاي يطلع يضرب القاذفات بتاعتي اللي جايه من ورا، ما انا لما بدخل مقاتلات فوق بدخل قاذفات بقى عاديه عشان تبدا تدمر البنيه التحتيه او الاهداف الارضيه الاستراتيجيكال قوي يعني. فالعدو بيبدا اكيد راداراته، يعني المفروض ان هي لو في رادار او حاجه باقي من عمليه السيد اوبريشن، او بعد خلال عمليه السيد اوبريشن في منظومات العدو كان مخبيها انا ما رصدتهاش، رادارات ما كانتش ظاهره عندي على الاستطلاع الالكتروني، فبيبدا يطلع مقاتلات اللي هي بنسميها احنا المقاتلات الاعتراضيه. لو دار وطلعها ودي طلعت وما لقيتش حد يوقفها، وهي هجمت على القاذفات اللي بتبقى شايله القنابل، او القاذفات دي ليها طيارات برضو بس بتعمل، بتقوم بعمليه القذف، وفي نفس الوقت دي بيكون شايله قنابل وبتبقى وزنها تقيل، فلو قدر العدو او طيارات العدو يهجم عليها طبعا بتبقى يعني بيسموها ديد داك، يعني بتكون تقيله جدا، فبيبقى سهل ان انت تضربها، وبيبقى الحل يا اما هي توقع القنابل وتجري يا اما تكمل. فهنا بنقدر نقول ان الاوفنسيف كاونتر اير، ان انا بروح جايب المقاتلات بتاعتي بتعمل دوريات بالقرب من مطار العدو، فتيجي الطيارات المعترضه تروح طالعه من المطار، بتلاقي على طول بيدخل عليها المقاتلات بتاعتنا احنا، بتضربها فورا وبتمنعها ان هي تطلع من المطار. يعني احنا بنعمل شبه كمين، او هو الفرنسيين بالرافال عملوا كمين على المطارات الليبية. هو ما طلعش مقاتلات يعتبر،
انا اسف مش هقدر ارد. طيب لو تكمل بس معايا في الاخر هقول لك كل حاجه. تمام. المقاتلات لما هتخرج، تمام، الليبيه ما تخرجتش مقاتلات في الوقت ده. اللي كان موجود كان طيارتين تدريب تقريبا في الجو، او هما اللي كانوا طالعين بالصدفه في الجو، فدول طبعا كانوا اهداف سهله جدا. المهم رافيل كانت بتعمل المهمه دي علشان خاطر تامن الاسترايك باكج اللي هي الموجودة معاها، اللي هي كانت في الوقت ده مراج 2000 دي. لو حد يسمع عنكم عن المراج 2000 دي، فهي طيارة مخصصة للقصف الأرضي. تمام. طيب حاجة كمان، في خلال العملية دي كل الكلام ده برضو بفكر ان الكلام ده احنا مش بنجيبه من عندنا، الكلام ده موجود في المجلة بتاعت فوكس 3. لو حبيتوا حتى احط لكم الرابط بتاعها وتتفرجوا على اداء الرافيل في العملية نفسها، في عملية هارمتان فوق ليبيا، انا ممكن احط لكم الرابط بتاعها عادي، مفيش مشكلة، هو ملف بي دي اف يعني. وانا حابب بس اقول لكم ان هي في خلال العملية الرافال استخدمت صواريخ الاسكالب، واستخدمتها صواريخ الاسكالب دي يا جماعه اللي هي صواريخ كروز تصميمها شبحي. ولو قلنا التصميم الشبحي ده يعني ايه، يعني ان احنا بيبقى تصميم معمول بزوايا معينه وبشكل معين بحيث انه بيقلل اكتشافه من الرادارات. تمام. وده معناه ان هي مش سهلة على اي منظومة رادارية ان هي يعني تشتبك معاه، لازم تكون مخصصة شوية، بتستخدم نوعية اكتشاف لترددات معينة، تمام، بطول موجي معين. تمام. هي دي طبعا معلومات كتيرة صعبة شوية، هنحاول يعني نكتب لكم عنها موضوع او حاجة. بس المهم ان صواريخ الاسكالب دي كان احنا هم ضربوا بيها، ضربوا على فكرة أكتر من 100 صاروخ، يعني هو ما قالوش بالظبط، بس أنا بقول كل الكلام زي ما يعني يعتبر اللي أنا بقوله ده كله ترجمة حرفية يعني. ضربوا أكتر من 100 صاروخ. ضربوه على إيه؟ على أهداف زي رادارات الإنذار المبكر، مراكز القيادة الموجودة. طبعا دي هو كده عمل شلل في عصب التحكم في وحدات الدفاع الجوي وفي السلاح الجوي الليبي. المهم ضرب، عشان تبقوا عارفين برضو معلومة دي بقى تفرق مع ناس كتير فيكو، الاهداف مراكز القياده دي بتكون موجوده تحت سطح الارض. تحت سطح الارض يعني خرسانه، يعني صواريخ الاسكالب دي مصممه ان هي تضرب اهداف محميه تحت خرسانه كبيره. تمام. خلوا في دماغكم النقطه دي، تمام، علشان هي تشبه حاجه شويه عند استيوبي. طيب كده احنا اتكلمنا كل اللي فات. احنا كده خلصنا اول جزء من كلامي معاكم اللي هو بخصوص الدفاع الجوي الاثيوبي. طيب علشان برضو اوريكم معلومة مهمة قوي انتم محتاجين تشوفوها، ثواني. ده انا عملت هنا قياس بجوجل، هو طبعا اكتر من كده، هو من قاعدة سولاني زارا اهو فرنسا ولحد تريبولي لحد طرابلس. تمام. فدي ده قياس مدى، بس طبعا هو بيتكلم على حدود برية كمان، هو طبعا المدى هيبقى دايركت على طول من هنا لهنا زي ما احنا قلنا، احنا بنتكلم في 1700 ايه كيلو او اكتر شوية. طيب هندخل على القوات الجوية الأثيوبية. ثواني. القوات الجوية الأثيوبية يا جماعة، لو حد يأكد لي بس كده الصوت تمام أحسن. تمام.
سلاح الجو الأثيوبي، سلاح الجو الأثيوبي ده هنقدر احنا نختصره في حاجتين او في سربين وفي طيارتين، تمام؟ بما انه ان احنا نتكلم عنه كسلاح دفاعي، يعني احنا محتاجينه كسلاح مقاتلات. هو عنده سربين، تمام؟ عنده 12 طيارة سخوي اس كي، احفظوا النوع كويس، 12 سخوي 27 اس كي، النوع يا ريت نحفظه كويس عشان هيتطلب مني ان انا هشرح لكم حاجة عليه في النهاية، برضو هنتكلم بارقام. ده موجود في قاعدة اسمها ديبروزيت. ديبروزيت دي بتبعد عن سد النهضة 440 كيلو. المسافة بينه وبين بعض 440 كيلو، تمام؟ موجود اسمه السرب الخامس. السرب الخامس الأثيوبي في 12 طيارة سخوي 27 اسكي. لو حد بيقدر يعني متابع شوية في الطيران هيبقى عارف ان السخوي 27 هي طيارة المفروض ان هي من الجيل السوفيتي، شوية متطور عن الاجيال، الجيل 3 هي جيل 4، وهي المفروض ان هي معترضة وبتقدر تقوم بسبب كمية الوقود اللي فيها بتقدر تقوم بعمليات سيطرة جوية، تمام؟ مكان القاعدة والمسافة بينها وبين السد ده يخلي الطائرات الأثيوبية تحتاج لتقريبا نص ساعة علشان خاطر تبقى موجودة فوق السد. نص ساعة علشان خاطر تقدر تكون موجودة فوق السد، وزائد يعني هنضيف نص ساعة وهنضيف عليها 3 دقايق اللي هي لو بافتراض ان الطيارات دي حالة اولى. يعني ايه حالة اولى؟ في كذا حالة من حالات الطيران. لو حالة اولى اللي هو الطيار قاعد جوه الطيار، تمام، مربوط بالاحزمة، تمام، ومستعد انه ياخد الطيارة ويطلع على المدرج ويطير. العملية دي بتاخد 3 دقايق. فلو الطيارة يعني الطيارين الاثيوبيين جوه طياراتهم محتاج علشان يوصل فوق السد محتاج 30 دقيقة، تمام، علشان خاطر يوصل لفوق السد بجانب 3 دقايق، يعني 33 دقيقة. ده وقت كبير قوي. فلو بفرض ان هو بيعمل، يعني انا هفترض ان هو لو موجود بيدافع عن السد، من هو عنده تقريبا 12 طيارة وخسران منهم واحدة في خلال السنة اللي فاتت، يعني اقول 11 طيارة. لو فرض انه في دورية قتالية من 4 طيارات موجودين في الجو، ما كنتش انا غلطان، ما بيطلعش باربعة، هو بيطلع في الغالب باتنين. فهيحتاج لو حد اخترق الاجواء بتاعته وهيشتبك مع الطيارتين دول او الاربع طيارات دول، هيحتاج نص ساعة او 33 دقيقة بالظبط علشان خاطر يجيلهم دعم من طيارات تانية. ده وقت كبير جدا طبعا، ولان انتوا لو لاحظتوا ان المعارك دلوقتي بتخلص يعني هقول ماكسيمم 5 6 7 10 دقايق كتير. يعني لو حد فيكم تابع المعركة الباكستانية الهندية اللي هي كانت من السنة اللي فاتت او السنة فاتت زي يعني شهر 2 السنة اللي فاتت، انت لو مشيت مع السيكونس هتبص هتلاقي ايه؟ ان الطيارات بتطلع، خلصت كل المعركة اللي هي اتكونت من جواها لتلت معارك، تمام، خلصت تقريبا في تلت لنص ساعة. يعني عقبال ما تيجي الطيارات الدعم الأثيوبية هيكون المفروض ان الطيارات بتاعتهم اللي في الجو دي خلصت معركتها. خلصت بايه بقى؟ دي قصة تانية، لكن هي ان عقبال ما يجيلهم الدعم هيكون الموضوع انتهى.
انا عارف ان حد ممكن يسأل على قصة الصواريخ وان الصواريخ بمدى بعيد دلوقتي، بس احنا ليه انا قلت كده؟ علشان انا هوريكم داتا بارقام برضو، تمام؟ ومش كلامي، هوريكم داتا بعينيكم وارقام تعليق على الموضوع بتاع الوقت والصواريخ وجودتها مع طيارات الصغير 27 بالذات. المهم علشان برضه اوريكم، بصوا كده بسرعة لو شايفين معايا هنا المطار بتاع ديبرو زيت، لان المفروض ان المطار ده بيحمي العاصمة اديس ابابا، وادي مكان السد، المسافة تقريبا 440 كيلو. عندهم كمان عندهم حاضر، هقول كل حاجة صدقني، هقول كل حاجة، بس سيبوني بس أركز. بس عندهم كمان سرب ميك 23 بي ان، واللي ما يعرفش الميك 23 بي ان فهي طيارة جيل تالت، المفروض ان هي قاذفة من نوع قاذف من الميك 23 العادية. يعني الميك 23 هي مقاتلة عند موجودة عند اخواتنا السوريين دلوقتي، والميك 23 بي ان هي طيارة ما فيهاش رادار، هي مجهزة للضرب الارضي، يعني اجهزة ملاحة بس واجهزة تنشين قنابل وصواريخ يعني غير موجهة بالليزر، تمام؟ حرة التوجيه زي ما بيسموها، يعني من نوع سناب روسي. في انواع منها مطورة شوية ان هي بتضرب صواريخ موجهة بالليزر، بس ما فت... هما النسخة اللي عندهم لا، هي النسخة اللي عندهم عادية خالص، نسخة دعم ارضي هجوم خفيف تقدر تقولوا عليها كده يعني. فدي طيارات بأي حال من الأحوال كل تقدر تعمله إن هي يعني تشتبك في معركة محدودة، إن هي تهرب، مش إن هي تشتبك تعترض، هي مش مجهزة للاعتراض بأي حال من الأحوال، تمام؟ ودي موجودة في قاعدة اسمها بحير دار، تمام؟ وزي ما قلنا هي ما تعتبرش خطر بأي حال من الأحوال، هي ما حدش هيقدر يستخدمها، ما حدش يقدر يعتمد عليها في معركة قتالية، لأن هي بالكتير قوي مجال اشتباكاتها موجود في الثمانينات يا جماعة، لكن في الوقت الحالي لا، صعب قوي يعني، صعب. هي بالعافية زي ما قلنا بالعافية تقدر تعمل معركة دفاعية. طيب هل تمثل السخوي الأثيوبية خطرا على الطائرات المصرية سواء رافيل أو غيرها؟ لو انتوا فاكرين معايا انا قلت نوع الطيارات الاثيوبي كان اسمه سوخوي 27 اس كي، تمام؟ الاجابة بقى انا جايبها لكم، مش انا اللي هقولها، تمام؟ الاجابة مين اللي هيقولها؟ هيقولها لنا عقيد صيني. طيب ايه الفكرة ان انا اجيب عقيد صيني يعلق على الطائرات الاثيوبية؟ الصين بتستخدم نسخة سخوي 27 اس كي، تمام؟ واخدينها من روسيا، وراحوا هما طوروها ان هما لو تسمعوا عن السخوي 30 ام كي كي، دي طيارة متقدمة من الجيل الأربعة لا هي أربعة بس، تمام؟ مطور، خدوا الرادار بتاعها وإمكانيات الحرب الإلكترونية اللي فيها والنظم الدفاعية وحطوها على السخوي 27 اس كي. يعني احنا معانا طيارة المفروض ان هي اقوى، نفس نوع الطيارات الاثيوبية بس مطورة، مفروض بتطوير أقوى من الطيارات الأثيوبية. الطيارات الأثيوبية في إشاعات بتقول إن هي اتطورت في 2006، بأي حال من الأحوال هي تطويرتها هتكون طبعا 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 أقل من التطوير الصيني. طيب العقيد ده عطى محاضرة في أكاديمية الحرب الصينية لسلاح الجو، الكلام ده في 2019 السنة اللي فاتت، يعني اللي أنا بقوله ده مش حاجة بعيدة، مش حاجة قديمة، ده حاجة في 2019. الراجل ده كان اسمه لي شوانغ هو،
لي شوانجو. لما اتسأل هل الطيارين الصينيين يقدروا يتعاملوا مع الطيارين الأمريكان أو الروس مثلا، فالراجل ده كان موجود. العقيد ده على فكرة يا جماعة يعني اسم كبير قوي كده عندهم، زي مثلا تقدروا تقولوا سمير عزيز عندنا كده، حاجة مشهورة جدا، وراجل بطل، والراجل ده معاه 3500 ساعة بس على السخوي. يعني احنا الراجل ده مش بيقول اي كلام، الراجل ده برضه نفس الكلام هيتكلم بناء على ارقام حقائق. تمام، في تدريبات اسمها هجوم الصقر، الراجل ده عرض نتائج اللي عملتها سخوي 27 تحت اسم جي 11، ده اسمها الصيني، الاسم الصيني للتطوير اللي عملوها لطيارات سخوي 27 اس كي كان اسمها جي 11. تقدروا تدوروا عليها، لو كتبت جي 11 بيجي لك ان هي تطوير من السخوي 27 اس كي، مضاف ليها امكانيات الرادار والامكانيات الحرب الالكترونيه والمنظومات الدفاعيه للطياره الاحدث منها اللي هي سخوي 30 ام كي كي. طيب الراجل ده في تدريبات هجوم الصقر دي 2015 16 17 18 19، يعني هي بتتعمل شبه سنويا بين سلاح الجو الصيني وسلاح الجو التايلاندي، مملكة تاي زي ما بيسموها. تمام، جاب ساعتها، انا اوريكم صورة منها، صورة من التدريبات دي، صورة حقيقية. يعني الراجل ده في المحاضرة قال إن إحنا جبنا أحسن سرب، وكلمة سرب يعني هي كلمة مش دارجة في سلاح الجو الصيني، هم هناك بسبب عدد الطيارات الضخمة قوي فبيتعاملوا باللواء على طول، يعني يقول لك اللواء الجوي تمام السادس، اللواء الجوي السادس تمام. وفي نفس الوقت الصينيين لما جابوا احسن لواء جوي، يعني هو بالنسبه لنا احنا كانه سرب، بس هو بالنسبه لهم هم لواء لان هم عدده كبير قوي، طيارات كتير جدا وعدد طيارين ضخم. يعني اللواء الجوي ده، اللواء الجوي ده فيه احسن طيارين الصين وفي احسن طيارات الصين. يعني حاليا لو دورتوا على اللواء الجوي، هو المفروض ان ده النخبه تمام، فده هتلاقوه دلوقتي عنده احسن طيارات في الصين اللي هي سخوي 35 الروسي اللي هم لسه مستوردينها جديد، ومعاه السخوي 30. لكن في الوقت ده هم كانوا بيتعاملوا بالسخويات العادية بتاعتهم، وبجانب طبعا النسخة الاس كي اللي احنا قلنا عليها، واتدربوا مع السرب 701 في سلاح الجو التايلاندي. السرب ده عنده ايه يا جماعة؟ عنده طيارة لو حد يسمع عنها اللي هي اسمها الساب جريبن. تمام، دي طيارة سويدي، طيارة سويدي المفروض ان دي جيل 4.5. خلاص، انا اوريكم صورة من التدريبات دي اهي، ادي الصورة اهي، دي صورة من التدريبات لو انتوا شفتوا، دي الساب جريبن ودي الطيارة السخوي، بس دي السخوي 30 تمام ام كي كي، او تكون النسخة الكيو بي من الاس كي. تمام، طيب الراجل قال احنا هنعرض الداتا بتاعت الايه التدريب ده. التدريب ده كان لمدة يا جماعة 3 ايام. تمام، انا جايب لكم صور من المحاضرة بتاعت العقيد، يعني اللي انا هقوله ده برضو نفس الكلام من محاضرة العقيد نفسها. بصوا معايا، ادي ده ملخص المعارك اللي هم عملوها. تمام،
اتمنى تكونوا شايفين كده. هنا دج 11 اللي هي هنفترض ان هي اللي هي سوخوي 27 اس كي، ودي الجريبن التايلاندي. هتبص هنا هتلاقي ان اول يوم كانت المعارك خلصت 16-0، خلصت لصالح مين؟ السخوي الصيني. السخوي الصيني خلصت المعركة 16-0، طبعا نتيجة صعبة. دي اول معركة. تاني معركة 9-1، ده اليوم التاني، يعني اليوم الاولاني خلص 16-0، اليوم التاني خلص 9-1. ده كان فين؟ في المدى الجوي القريب، يعني الطيارات بتتكلم في مدى دوك فايت، يعني بتشتبك جوي بمهارة الطيار دوك فايت. 16-0 9-1، تمام. ده أول يومين. طب بقية الأيام بقى، الكلمة دي الصيني دي يعني الكلمة دي معناها اللي هو الاشتباك الجوي قريب المدى، اللي هو في الاشتباك القريب مدى القريب، وده الاشتباك بعيد المدى. الايام بعد كده خلصت ايه؟ بعيد في البعيد المدى 19-3 19-3 9-1 9-2 4-3. طيب يعني الجريبن تقريبا سيطرة جوية كاملة من مدى بعيد على الطيارات السخوي الصيني، لكن في الدوك فايت طيارات السخوي الصيني قدرت تتفوق في الدوك فايت. طيب طيب ده معناه ايه؟ ده هو قال حاجة مهمة قوي، قال ان احنا طيارينا مدربين ان احنا نعترض الطيارات الجريبن ونقدر نقاومها في مدى الدوك فايت ونتفوق عليها بسبب امكانيات المناورة للطيارات، لكن احنا خسرنا المعركة لما كنا بنشتبك من مدى جوي بعيد. طيب هو قال للامانة ان الطيارات الجريبن ما كانتش بتشتبك في المدى الجوي القريب بكل قوتها، لان طيارات الجريبن في الوقت ده كانت بتستخدم في التدريب ده، يعني استخدمت الصواريخ العادية جدا اللي هي سايد واندر AIM-9 إلا فده صاروخ قديم قوي، لكن هم في الوقت الحالي بيستخدموا صواريخ AIM-2000 اللي هو الإيرست، وده صاروخ بيقدر يضرب في زاوية 360 درجة، تمام. فلو كان الطيارين الجريبن كانوا قادرين يلبسوا حاجة اسمها الخوذ اللي بتقدر تحرك الصاروخ وتضربه بالنظر مع صاروخ الام اي اي ام 2000، تمام، كانت النتيجه تختلف، تمام. لكن السخوي قدرت بامكانيات المناوره فيها اللي احنا بنتفرج عليها طبعا في كل حته، اللي هي تقدر تتلف وتتدور وكده وتناور وتتشقلب في الجو زي ما احنا بنشوف كده، تمام، قدرت طبعا اكتساح للجريبن في المدى القريب، لكن في المدى البعيد اللي هو بالصواريخ الراداريه اللي هو على بعد من بره مدى النظر، قدرت الجريبن طبعا ان هي تعمل نتيجة مختلفة جدا وتهين السخوي حرفيا. طيب الراجل لخص النتائج دي وطلع منها باستفادة، هوريها لكم دلوقتي حالا. قال ان لما كان الاشتباك من لمسافة 30 كيلو، يعني من 1 كيلو ل 30 كيلو، نسبة احنا لو قلنا ان عايزين نقسم قدرات كل طيارة، ف 86% من قوة السخوي 27 الاس كي المطورة اللي هي زي الاسيوبي بس مطورة للمعيار الاعلى اللي هو الجي 11 الصيني، كانت 86% من تفوقها على طيارات الجريبن كان في المدى اللي هو من 1 كيلو ل 30 كيلو بس. والجريبن كانت نسبة قوته هنا او نسبة القتل بتاعته هنا للطيارات السخوي كانت 12%. من مدى 30 ل 50 كيلو الجريبن قدر يحقق اصابة
او قدر يوصل نسبة القتل بتاعته ل 64% على حساب السخوي اللي قدر يوصلها 14%. شايفين يا جماعة الفرق؟ ان السخوي بيقدر في المدى القليل انه يحقق كل الاصابة دي، نسبة القتل بتاعته 86%، تمام، ومن 30 ل 50% نسبة القتل بتاعته للجريبن 14% بس، والجريبن زاد ل 64%. من مدى 50 كيلو فيما فوق الجريبن قدر يحقق 24% والسخوي صفر. يعني ده معناه ان طيارة الجريبن تقدر من مدى بعيد جدا، من مدى حتى اكتر من 50 كيلو، ان هي تحقق اصابة على السخوي بارتياحية كاملة. ده معناه ان الجيل بتاع الدوك فايت، ان احنا نعمل دوك فايت مع طيارة، ما بقاش ليه مكان، تمام، غير في حالات معينة. بين كام معركة قتال جوي نقدر ندخل لمعركة الدوك فايت؟ نسبة قليلة جدا، موضوع الا تحت ظروف معينة، تمام. الجريبن اتفوق، تمام، وده اللي احنا بنقوله، ان ممكن طيارة زي الجريبن ده 4.5، تمام، الجيل 4.5، ان هي تقدر تتفوق على طيارة سيطرة جوية زي السخوي. وانا جبت لكم النوع الاس كي اللي هو زي الطيارات اللي بتستخدمها اثيوبيا تحديدا، تمام. فطبعا نتيجة مهينة، يعني دي كانت كارثة. الراجل كان بيعرض النتائج دي وبيتكلم في كارثة، بيقول يا جماعة الطيارة السخوي بتقدر ان هي تكون واعية جدا للصواريخ اللي بتضرب من الوش، يعني طيارة قدام طيارة كده، الصواريخ، انا كده في السخوي انا كده تمام، لكن لو جت الجريبن ولفت من حوالين، لفت من حوالين السخوي وضربت عليها من مدى ابعد من 50، احنا بنتكلم ان السخوي حرفيا ما بتقدرش ترد عليها، تمام. ده يجيب لكم فكرة عن المعركة الهندية الباكستانية، ليه السخوي الهندي ما قدرتش تتعامل في المعركة البعيدة بجودة الاف 16. الموضوع مش بس قايم على امكانيات طيارة، لا، كمان صواريخ. صواريخ الامرم اللي كانت مع الجريبن، وده الكلام ده برضه اللي بيقوله الطيار العقيد، يعني ده برضه مش كلام مينا، تمام، ده كلام العقيد، انا بعرض لكم نتائج بس. قال ان احنا كنا ممكن نقدر نعمل اصابة ولو حتى بنسبة قليلة من 80 كيلو. التاني اللي هو بالامرم، يعني الامرم بيقدر يعمل من 80 كيلو، التاني بيتكلم في 50 كيلو، وده اللي قاله برضو عقيد. قال فالموضوع بيتطلب ان انت لازم تشوف حل للفرق بتاع المدى، تمام، ممكن تقصر، وده ليه حلوله على فكرة، يعني ده موضوع برضو ما مش منتهي، هو ليه حلوله، ان انت ممكن تشوش، ممكن تكسر مدى، ممكن اصلا تجبر اللي قدامك على المعركة القريبة في المدى اللي انت عاوزه. بس احنا بنتكلم عن ان الطيارة السخوي الاس كي او الجي 11 هنا في العملية دي، ده نتائجها نتائج ضعيفة جدا على المستوى البعيد. فده معناه ان ممكن طيارة من الجيل 4.5، يعني طيارة زي الرافيل مثلا، تقدر تتعامل بسهولة جدا مع الطيارة السخوي 27. ميزة كمان في الطيارات الجيل 4.5 هي انك انت تقدر تتعامل من مدى بعيد وتتشاف من مدى اقل من ان انت تشوف اللي قدامك. يعني التصميم الجريبن دي حجمها صغير يا جماعة، السخوي حجمها ضخم، فالسخوي كانت الرادار بتاع الجريبن بيجيبها من مدى بعيد جدا، من مدى، يعني هو بيقول احنا يعني هم بتوع الجريبن، طيارين الجريبن كانوا بيلقطوا السخوي من 160 كيلو، من 160 كيلو السخوي كان بيلقط الجريبن من 120. طب فرق ال 40 ده، فرق ال 40 ده يا جماعه بيخلي الطيارات نفسها بتكون خلاص خدت الوضع وفهمت هتقدر تهاجمك ازاي، تمام. ده الفكره في حجم الطيارات بيفرق ازاي. طيب انا دلوقتي كده اتكلمنا عن السخوي، علشان بس اديكم فكرة طيارة الجريبن، الطيارة دي في الامكانيات مش بتتقارن مع الرافيل،
تمام. يعني احنا شفنا، وبرضو الكلام ده مش كلام، مش كلامي انا، لكن احنا شفنا في لما سلاح الجو البولندي عمل مناقصة واتعرضت عليه الجروبن، كان اللي معاها في المناقصة ميراج 2000 داش 5 اللي هو الجيل اللي يعتبر اقل من الرافيل، والاف 16 بلوك 52 اللي هي عندنا في سلاح الجو المصري. يعني الجريبن دي بتتقارن بالمراج 2000 داش 5 والاف 16 بلوك 52، وساعتها الاف 16 بلوك 52 كان الترتيب اف 16 بلوك 52 وبعد كده المراج 2000 وبعد كده الجريبن كاختيار ثالث، مش اختيار تاني حتى، اختيار ثالث بعد المراج والاف 16، رغم ان هي المفروض ان هي جيل اعلى، بس هي كامكانيات تسليح وامكانيات طيران لا، هي اقل من الاف 16 واقل من المراج 2000. تمام، ده سلاح الجو البولندي اللي قال كده برضه في المناقصه بتاعت سلاح الجو البولندي. طيب انا كده خلصت الداتا بتاعتي. في برضه حاجه عاوز افهمها لكم، هوريها لكم بخصوص السدود. يعني هنتكلم شوية عن قصة ان احنا نضرب سد. العملية، عملية ان انت تضرب سد دي ما حصلتش في التاريخ غير مرة واحدة. يعني لو جينا نبص كام سلاح جو ضرب سد مية، فيش غير هي مرة واحدة، في مارس 43 سلاح الجو الإنجليزي ضرب سدين ألماني. تمام بالظبط. يعني حد من المجموعة هو بيقول لي راف دامن باسترز، دام باسترز هي هم اتسموا كده، يعني اللي هو السرب 617 اتسمى كده دام باسترز، ضربوا ساعتها باللانكستر. تمام، ضربوا سدين. حلو، علشان نبدأ نفهم بطريقة شوية حقيقية وبعيدة عن أي افتراضات يعني ممكن تتقال أو أي حد ممكن يتكلم في الموضوع ده. الناس هناك لما بيدرسوا السد ده بتكوينه عامل ازاي، فهو مجمع خرساني بيبقى مبني، قاعدته تخينة قوي وبيطلع بشكل شبه هرمي شوية، يعني قاعدة كبيرة وبيطلع كل ده خرسانة لفوق. برضو اللي انا بقوله ده مش كلامي انا، ده يعني انتوا لو كتبتوا مهمة حاجة اسمها Operation Schistice اللي هي المهمة اللي عملها سلاح الجو الإنجليزي، هتلاقوا الكلام ده موجود طبعا في المراجع، يعني لو كتبته على النت. قالوا إنه عشان تدمر سد زي ده عندك ثلاث طرق، ثلاث طرق، يا إما تضربه بالقنابل من فوق، تضربه من القنابل من فوق تمام، وهيكون ده بكمية قنابل كبيرة جدا اوكي، يا اما هتروح تنزل قوات خاصة وتحاول تفجره بشحنة متفجرة يعني، يا اما تنزل قنبلة لتحت للقاعدة، لقاعدة السد وتفجرها من تحت وتعتمد ان ضغط المية يبوظ بقية اللي موجود. تمام. طيب رفضوا اول اتنين بسبب دقة القنابل ساعتها مش موجودة، وغير كده ما كانش في موجود في الوقت ده حاجة اسمها القنابل خارقة التحصينات اللي هي بيسموها بانكر باستر. تمام. جم هم ساعتها ابتكروا نوع من انواع تقدروا تقولوا عليها لغم بحري. تمام. بيترمي تمام بطريقة معينة، ابتكروا له طريقة معينة للرمي، هوريها لكم دلوقتي برضو. انا جبت لكم شكل طريقة الرمي بالطيارة اللانكستر،
ان القنبله بتنزل بتضرب بتيجي في الميه، عملوها سلندريكال يعني دواره شبه شويه البرميل، تمام، بتلف في كده لما بتتخبط في الميه لحد ما بتيجي في السد وبتروح نازله لتحت وبتنفجر في القاعده، تمام. وقالوا ان دي ساعتها ممكن تعمل نتيجه ايه كويسه. بصوا التكنيك اهو، ده التكنيك ده قديم شويه، احنا بنتكلم في 43، فبس بصوا الفكره. انا بحاول احطكم ان العمليه دي اتفكروا فيها ازاي وعملوها ونفذوها ازاي. بصوا لو انت شايف معايا، هنبص من هنا اهي. طيب هنجيب من الاول تاني، ادي الطيارة لانكستر بتمشي فوق المية اهي، هتبدأ ترمي هنا القنبلة اهي يا جماعة لو انتوا شايفينها، تتخبط وبتتنطط بتتنطط، بتلبس في السد، بتروح نازلة لتحت لقاعدة السد وتنفجر شروخ، مية بتضرب بتأثر وبتدي قوة إضافية للقنبلة وبتنفجر وبتعدي من السد. دي على فكرة لو انتوا شايفين دي مدافع، دي اللي هي اللي بتحمي السد، دي رشاشات، تمام. طيب للناس اللي ما شافتش حاجة اهو، يعني تقريبا كده انتوا جايبينها. بصوا معايا، ادي الطياره اللانكستر اهي، بتيجي اهي، بتفضل ماشيه 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 وبترمي هنا القنبله بتخبط في الميه، بتبدا تتنطط، تيجي تلبس في السد وتنزل لتحت، بتنفجر في القاعده. لما بتنفجر في القاعده، تمام، ده بيولد ضغط من الميه، بيعتمدوا على ضغط الميه ايه بتعدي وبتنفجر والسد ده بينهار. هوريكم حاجة كمان، ده منظر السد لما اتضرب، شايفين اهو، هي دي الفكرة، ان هما بينفجر في القاع، تمام، وده بيأثر على ضغط المية فبيخليه يطلع منه، يعني بتأثر، فالمية اصلا بتقوم بقوة انفجار داخلية او بتولد ضغط اقوى على جدار السد، فده بإيه؟ بيخليها ايه تضرب. بصوا يا جماعة كمان، ده شكل اللغم البحري الماين اللي هما ابتكروه، السلندريكال اللي بيترمي. بالمناسبة العملية دي في ساعتها كانت عملية مجنونة، يعني هما قالوا ان هي ممكن ما تنجحش بنسبة كبيرة قوي، ممكن ما تنجحش. طيب ده بالنسبة لعملية، يعني في التاريخ مين عملها وعملها ازاي. بالنسبة لنا احنا، لو في قنابل او لو في قنابل خارق للتحصينات، هي اللي بتقدر تقوم بده. طيب في الترسانة بتاعت الرافيل الفرنسية او ايا كان مين ممتلك رافيل، يعني كخارق تحصينات تقدر تستخدم صواريخ السكالب. هي تقدر زي ما احنا قلنا، لو انتوا فاكرين في عملية الهارماتان اللي انا كنت قاعد اتكلم فيها من شوية، ان طيارات الرافيل استخدمت صواريخ السكالب عشان تقدر تضرب ال اتش كيوز اللي هي غرف القيادة، تمام، والسيطرة اللي موجودة تحت تحصينات في الارض. فالرافال هناك قدرت تستخدم السلاح ده علشان يقدر ينفذ بيه المهمة، تمام. انا كده خلصت كل المعلومات اللي انا قلتها بخصوص سلاح الجو الاثيوبي، هي من المصادر الاثيوبية طبعا. اتكلمت على السخوي واتكلمت عن ادائها في القوات الجوية، يعني ادائها في القتال الجوي عاملة ازاي. فده ده بالنسبة لطيارة الرافال، طبعا سهل جدا ان انت تتعامل معاه. اتكلمت كمان على هل الرافال تقدر تقوم ده، وعطيت المثال طبعا من سلاح الجو الفرنسي في عملية هارماتان في ليبيا، تقدر تتعامل مع الأهداف الجوية وتقدر تتعامل مع الدفاع الجوي بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، تمام. واتكلمنا عن الدفاع الجوي الأثيوبي، وده حسب المصادر الأثيوبية برضو، والكلام عن الرافال كان من مجلة فوكس 3.
والمحاضرة بتاعت العقيد الصيني. أنا هسيب لكم طبعا الحاجات دي، هحاول بقدر الإمكان أرفعها على الصفحة، يعني ممكن بكرة أو حاجة هسيب لكم اللينكات لو أنتوا حابين تراجعوا المعلومات. أنا كل اللي عملته إن أنا بس ترجمت وحاولت أبسط المعلومة ليكم، تمام؟ أنا دلوقتي أقدر يعني أسمع بقى إيه اللي أنتوا عايزين تسألوا كله، سواء بخصوص الموضوع ده أو على أي حاجة في الطيران، أنا تحت أمركم. أنا معاكم تقريبا يعني إن شاء الله لمدة ساعة إلا ربع. طيب، في دور للسعودية في دعم مصر ضد أثيوبيا؟ الموضوع يعني سياسي بحت شوية، ممكن ليه لا، بس هو داخل فيه اعتبارات سياسية يا جماعة. علشان بس تبقوا فاهمين، التخطيط للعمليات دي ما بيكونش بس قايم على قدرات عسكرية، لكن كمان في اختيارات سياسية. فده موضوع طبعا بعيد عني، لأن أنا مش شوية يعني ايه بفهم في السياسة يعني، لكن أنا ممكن أفيدكم في الحاجات العسكرية أكتر. يعني مصر بتمتلك صواريخ ميتيور، مصر بتمتلك صواريخ الميكا، مش الميتيور، صواريخ الميكا راداري وحراري، لكن الميتيور لا، تمام. وأسلحة جو بسيطة جدا في العالم اللي بتمتلك صواريخ الميتيور، احنا بنتكلم في فرنسا وبنتكلم في الجريبن السويدي اللي هي السويد يعني، تمام، وبنتكلم في انجلترا، تمام. ما عنديش معلومة حتى تم دمجه في أو دخل في الخدمة مع سلاح الجو الإيطالي أو لسه، ما افتكرش، لا، لأن هم لحد امبارح في تدريبات الار تي بي في تي ال بي في اسبانيا كانوا برضه معاهم الامرام، لا لسه ما دخلش في سلاح الجو الايطالي. اتفضل اتفضل، انا معاكم، اسال انا تحت امركم. هي السعودية أصلا بتحارب دلوقتي، ما السعودية موجودة يا جماعة في اليمن، ما دي حرب. هو مين قال؟ ما دي عمليات عسكرية، ده حرب فعلا. السعودية فعلا بتحارب دلوقتي زي ما حضرتك قلت، قدرتها محدودة، مين ممكن يمدها؟ بصوا يا جماعة، الأثيوبيين شوية في الحرب اللي فاتت مع اريتريا اعتمدوا على طيارين من سلاح الجو الروسي مرتزقة، هما عندهم موضوع المرتزقة ده رهيب. ده انا عايز اقول لكم على حاجة، وهو موضوع يعني موضوع مضحك قوي. في الحرب بين اريتريا واثيوبيا الاتنين اعتمدوا على طيارين مرتزقة، يعني اريتريا اعتمد على طيارين من اوكرانيا، والاثيوبيين اعتمدوا على طيارين من روسيا. وده يديلك فكرة ان هو ايه سبب ان هم ما اعتمدوش بشكل كامل على الطيارين الاثيوبيين، عشان المدى، فهم عاوزين يضمنوا نتيجة، فكانوا جايبين طيارين مرتزقة، وطيارين مرتزقة كانوا حتى تحس ان هو، علشان طبعا هو كمرتزق فهو مش فارق معاه الحرب، فكان بيضرب الصواريخ من مدى بعيد جدا ويجري، فأنا حتى ما بيشتبكش بضمير يعني، هو بيحاول ياخد قتل سريع ويهرب، تمام. هنعمل استطلاع بالإيواكس أو الطيران للسد؟ أه طبعا لازم استطلاع، أه طبعا الموضوع منتهي. وسائل الاستطلاع زي ما قلنا، في وسائل استطلاع راداري، في وسائل القمر الصناعي، وفي الإشاراتي. ممكن الإيواكس تقود، ممكن تقود، مهمة طبعا. ممكن الرافيل تكمل الاستطلاع الإشاراتي وتكمل لوحدها زي ما قلنا، ده كل ده بيعملوا عمله سلاح الجو الفرنسي في عملية هرمتان فوق ليبيا. كم صاروخ نحتاجه لتدمير السد، وكم طائرة تحتاج مصر لتنفيذ العملية؟ ده لو فرض ان احنا اتجهنا خلاص مفيش حل غير الحل ان احنا نضرب السد يا جماعة. كم صاروخ ما اقدرش احددها لك، لان ببساطة خالص انا ما اعرفش يعني المصاطب
دي حجمها قد ايه، او كمية الخرسانة او سمكها، كل دي طبعا معلومات، واللي بيحددها ملاحين جويين، هما اللي بيقدروا يحددوا الحاجات دي. دي ليها علم يا جماعة لوحده، قايم ان انت ازاي تحدد كمية القنابل والوقود ل انت تكمل الهدف. يعني هل نمتلك صواريخ خلف مدى الرؤية؟ طبعا طبعا، في الوقت الحالي يعني من نشكر الله يعني بوجود رئيس السيسي قدرنا نحصل على صواريخ خلف مدى الرؤية ما كانتش موجودة قبل كده، أو بطريقة اللي هي معروفة، اللي هي هتكافئ صواريخ الجديدة. يعني احنا عندنا دلوقتي الميكا على الرافال، وعندنا الR-77، كل ده طبعا حسب المعلن، انا بتكلم حسب المعلن، يعني احنا مش بنقول في حاجة في اسرار عسكرية او حاجة، احنا بنتكلم حسب المعلن تمام في الصفقات، ان احنا عندنا الR-77 على ميج 29 اللي هي النسخة المصري المعدلة الام، والرافال عليها طبعا الميكا، ودي صواريخ ممتازة جدا يعني. طبعا ممكن، طبعا ممكن قصة ان السفارة الاسرائيلية ما تعترفش ان هي عطت او تنفي ان هي عطت المنظومات السبايدر، طبعا ممكن يكون مرة اساسية طبعا. يا جماعة الاواكس علشان تدخل في عملية للقيادة بتدخل من مدى من 400 كيلو ل 600، ده مدى بعيد يا جماعة. يعني هي لو احنا هندخل نضرب السد، ده لو فرض ان سلاح الجو المصري يضرب السد، الاواكس دي هتبقى موجودة بره الحدود الاريتريتية في البحر الاحمر مثلا، بعيد بعيد خالص تمام. فطبعا ما افتكرش ان هم عندهم الاثيوبيين اصلا رادار يغطي المسافه دي فيبقى شايف ان في دي اواكس اصلا، لا طبعا. ليه ما فيش في سلاح الجو طيارات تنكر؟ ببساطه الموضوع يعني ممكن يكون ارتباطات سياسيه، يعني هو قيود سياسيه اكتر على مصر، انا ما اعرفش بصراحه حيثيات الموضوع بالظبط، بس احنا برضو نقدر نعمل تزود بالوقود عن طريق الطيارات نفسها المقاتلة، بادي تو بادي ريفيول يا جماعة، الموضوع قالب الدنيا. لو تقدروا تخشوا متابعين صفحات المحللين العسكريين كله مبهور بقصة ان مصر بتستخدم الميج في قصة ال لسه كنت قاعد اقرا صدقني امبارح عن ازاي مصر بتستخدم طيارات الميج 29 ان هي تعمل بادي تو بادي ريفيول في السماء تمام. الموضوع جميل جدا، موضوع حلو قوي، عطلنا مدى، عطلنا طلعنا بره من قصه ان احنا بس سلاح دفاعي، لا احنا نقدر نهاجم. احنا دلوقتي فعلا نقدر نهاجم، ودي رساله احنا بعتناها للعالم كله، وافتكر الرساله وصلت فعلا تمام، لان كله بقى بيتكلم عليها، كل المحللين السياسيين بيتكلموا ان احنا الرافال المصريه تقدر تتموّن جوي، رافال تقدر تتموّن ميج، ميج تقدر تتموّن رافال تمام. الموضوع فعلا بجد احنا بنثبت وبنثبت نفسنا في العالم دلوقتي ان احنا قوة فعلا ما حدش يقدر يستهين بيها، نقدر في اي وقت في اي مكان نقدر ننفذ ضربة على اي هدف يقدر يضر المصالح المصرية. يعني علاقتنا بالدول المجاورة لاثيوبيا، جنوب السودان، جنوب السودان انا بص انا مش متابع السياسة، او انا مش بميل للسياسة قوي، لكن ما كنتش انا غلطان، فجنوب السودان واريتريا علاقتنا حلوه بيهم، لان جنوب السودان احنا لسه انا شايف في الاخبار يعني امبارح تقريبا احنا مستقبلين حد من جنوب السودان، يا يعني امبارح النهارده الصبح مش فاكر صدقني، واريتريا طبعا علاقتنا بيهم حلوه، يعني ممكن نستخدم مجالهم الجوي، موضوع سياسي بحت، ممكن هم يوافقوا ممكن لا. محمد منظومة السبكترا اللي عارف في المدى بيوصل ل 200 كيلو، مداها بيوصل ل 200 كيلو. بص يا جماعة، موضوع الحرب الإلكترونية مش قصة مدى أكتر ما قصة، يعني مش لمدى قد إيه، أنا يعني لو قلنا مداها 200 كيلو، يعني أنا أفترض معاك إن هي مداها 200 كيلو، بالمناسبة هي مداها الفعلي طبعا سري سري بحت يعني، بس أنا افترضت معاك 200 كيلو، مدى التأثير اللي أقدر
اعمله على هدف بالتشويش الالكتروني من 200 كيلو اكيد اضعف من ان انا اعمله على هدف ب 30 كيلو. يعني لو 30 او 60 او ل 100 اكيد كل ما بتقرب المسافة كل ما بيبقى التشويش الالكتروني طبعا اقوى على الهدف ده، كل ما بعدت المسافة كل ما بقل. يعني هي علاقة عكسية ما بين المسافة اللي فيها التشويش تمام وجودة التشويش نفسها. برضه نفس الكلام، الأضرار اللي هتقع على مصر أكتر من ولا الفوائد أكتر، ولا ما هي أضرار الحرب عدم الحرب؟ زي ما قلت لك ده برضه موضوع سياسي بحت. الضربات دي يا جماعة مش فكرة إن إحنا خاص هو ده السبب يبقى لازم نطلع نضرب. في معارك سياسية يا جماعة للناس بتوعتنا قايمين بالواجب تمام، دعواتكم ليهم ان هم يكسبوا المعركه وتبقى سياسه احسن تمام. يعني انا من كل قلب صدقني احنا يا جماعه مش احنا مش بتوع حرب، يعني احنا مش ناس بنبلطج على حد، بس احنا ما ينفعش حد يجي علينا تمام. عندنا القدرات ان احنا نرد في اي وقت وفي اي مكان، بس هي المعركه السياسيه موضوع يعني اتمنى انه يخلص على المعركه السياسيه تمام، لأن احنا زي ما قلنا احنا مش دعاة حرب، لكن لو فتحت بابها احنا مستعدين ليها نشكر الله. يعني هتسيب الطيران المصري تتعدى الملاحة الجوية الأسيوبية؟ يعني أكيد في دفاع جوي رادع. ممكن حضرتك أستاذ عبد الرحمن مبروك تراجع الفيديو بعد ما ينزل تمام، أنا اتكلمت بالتفاصيل عن الدفاع الجوي الأسيوبي والطيران، منظومة الدفاع الجوي تشكل خطر على الطيارات المصرية. حضرتك برضو راجع الفيديو يا جماعة، هو واضح ان في ناس كتير يعني ما شافتش الفيديو من اوله، يعني فارجو ان انتوا لما ينزل على الصفحة يا ريت تشغلوه من الاول وهتتفرجوا عليه. طبعا يا جماعة في صواريخ عند مصر تقدر تضرب انا اتكلمت عليها الاسكالب. ده موجود في الصفقة معلن برضو، دي حاجة مش سرية، يعني الصواريخ دي موجودة معلنة في الصفقة المصرية للرافال، وانا اتكلمت عن الصواريخ دي عملت ايه بالنسبة لسلاح الجو الفرنسي. ترصد طلعات الطيران وتبلغ اثيوبيا. يعني هو بص هقول لك على حاجه، الاقمار الصناعيه مش بترصد طيارات، هي الاقمار الصناعيه اكتر بترصد حاجه بيسموها اللي هي التوبوجرافيا، يعني بتقدر ترصد او تقدر تتابع على الارض، لكن القمر الصناعي ما يقدرش يتابع حركه مستمره فاهمني كطيران، لان الطيران سريع جدا، فانه يتابع مكانه مش زي ما انت فاكر قوي، مش زي ما انت شايف قوي. رادارات هي اللي تقدر تقوم تعمل ده تمام. يعني الاقمار الصناعيه بتتابع العمليه وتتابع اهداف على الارض، اهداف اكتر ثابته، لكن اهداف سريعه لا، مش زي ما انت فاكر، مش بالسرعه دي. يعني ترد بضربة جوية علينا؟ لا طبعا، السلاح الجوي الاثيوبي ما عندوش اي وسيلة ان هو يقدر يرد بضربة جوية علينا، مدى بعيد جدا، هو ما عندوش اي تانكر، انتحار اصلا، لان انا قلت لو انت تابعت اصلا احنا مش هنسيبه يطلع من المطار وهو طالع هيبقى مستنيه كمان جوية، وهو اصلا عدد الطيارات بتاعته قليلة اللي تقدر تعمل رد من الجو. من البحر الاحمر هتحتاج حضرتك يعني هي نرد نقدر نضرب من البحر الأحمر. أنت هتحتاج يعني حد من البحرية يرد عليك، يعني حد مختص بالأمور البحرية شوية هو اللي يقول لك إذا كانت تقدر تيجي سفينة تضرب أو عندنا نوعية الصواريخ دي أو لأ. رأيك في القطاع الخامس للجيش السعودي، قطاع الصواريخ الاستراتيجية؟ انا برضو مش ملم بالصواريخ الارض ارض قوي، لكن اقدر اقول لك حاجه، انت بتقول ان هي تقنيه صينيه تدشين مصنع بتاع مع الصين، مصنع طيارات بدون طيار قواعد الجويه والمدن. بص هي الطيارات اللي بدون طيار في العادي احنا شايفين تركيا طبعا بتعمل بيها ايه، الموضوع رهيب، يعني هو دلوقتي تحس ان هو ده المستقبل، ها المستقبل بتاعت الحروب يعني. فتقدر تقول ان هي تقدر تعمل ضرر، تقدر تعمل ضرر بسيط، لان نوعية الذخاير اللي بتشيلها الطيارات اللي بدون طيار بتكون خفيفة شوية مش تقيلة قوي تمام، الا لو كانت الطيارات بدون طيار من النوع اللي هو كبير قوي تمام. في نوعية طيارات بدون طيار في حجمها كبير، لكن انت لو انت تقصد بتاع السعودية
لا السعودية ما عندهاش اللي هو النوع الضخم ده، فعندها النوع العادي هو الصغير، ما كنتش انا غلطان اسمه سي اتش 4 اللي هو الصيني ده. ده برضه لا يعني هو ممكن يضرب اكتر، مش مدن بمعنى، لكن ممكن مثلا يصيب يعني مبنى وما يدمروش كله، يصيب مثلا سطح مبنى، يصيد عربيات كده يعني. طلعت الطيران وتبلغ اثيوبيا ان في هجمه. ما ده انا رديت على سؤال حضرتك فوق ما بخصوص الاعمار الصناعيه. هذا يكون سد على بعض شكل فم كده شبكة عسكرية مشتركة على حدود بين السودان وأثيوبيا. طبعا الموضوع ده يا جماعة سياسي بحت، زي ما أنا قلت استخدام المجال الجوي ده موضوع مش سهل يا جماعة، مش أي حد يستخدم مجال جوي. أي حد دي في خصوصية، في حاجة اسمها أنا دولة مستقلة ليا مجال جوي، ما ينفعش أخترقه بأي حال من الأحوال إلا لو أنا متفق. والموضوع لو يعني لو فرض إن حصل، ولو فرض ان مفيش دالة قوية والمعركة السياسية لأي طرف خسرها وخصوصا الطرف الضارب، فده معناه ان يعني العقوبات تقع على اللي ضرب واللي استخدم الأجواء بتاعته، فاهمني؟ فعشان كده بقول موضوع سياسي بحت، ما ينفعش مش أي حد يقدر يدخل حدود أي حد ويضرب، بغض النظر عن اللبنانيين اللي صارين بيخشوا الأجواء، فده ده اختراق، ومحد للأسف إسرائيل بتقدر إن هي تنفذ ده يعني. واللبنانيين بحكم إن مفيش دفاع جوي ولا في طيران، ما بيقدرش طبعا يدافع عن أو يطرد الطيارات دي، فبيكون إخواتنا السوريين هم اللي بيقدروا يقوموا بالضرب. هو في حد بيقول لي معلومة، أنا عارف المعلومة إن في طبعا طيارات الإيرباص دي موجودة، وموجودة عند السعودية كمان. أيوه أنا ما عنديش موعد يا جماعة. بصوا الإرضاع الجوي أو أيا كان التزود بالوقود أيا كان بتسموه إيه، فهو مش مشكلة كبيرة يعني. إحنا عندنا الطيارات اللي تقدر تتزود بالوقود، عندك الإف عندنا 4 أنواع يقدر يتزود بالوقود: رافال وميج 29 والمراج والاف 16. 4 انواع يقدر يتزود بالوقود. فكرة ان احنا لازم نجيب الاماراتيين او السعوديين معانا، الموضوع سياسي بحت. كل اللي انتوا بتتكلموا فيه هي افتراضات سياسية، تمام، بيتم دراستها، وما بينفعش يعني انا اقول يعني بكرة خلاص هنجيب تانكر اماراتي ويضرب معانا. لا موضوع سياسي، تمام، معركة سياسية يا جماعة اللي انتوا بتقولوه. الحل العسكري مفيش اسهل منه، بس هي الفكرة ان انا لازم اكون كسبان المعركة السياسية الاول. ما اعرفش قصة جزيرة الفرسان دي بصراحة مش متابعة. كمائن الدفاع الجوي لو بتتكلم عن الاثيوبيين، في نقطة صح انت فكرتني بيها، ان هي تقدر الرافيل يا جماعة في عملية هارماتان مكتوب ان هي قدرت تعمل حاجة اسمها اكتيف كانسليشن على او تشويش، بمعنى اكتيف كانسليشن ان هي بتختفي حرفيا من شاشات الرادارات الليبيه، تمام. ده حصل، ده اللي بيقولوا ده الفرنساويين في مجله فوكس 3 زي ما بقولوا، ده مش كلامي فاهمني. فهي الفكره الدفاع الجوي الاثيوبي هيضرب حاجه، او الدفاع الجوي الليبي كان ضرب حاجه هو شايفها، هو مش شايفها اصلا فاهمني، بل بالعكس هو لقى فجاه اتضرب هو. خيار لطيارة تانكر موجود، احنا بنقدر زي ما قلت لك نعمل تزود بالوقود. الرافال زي ما قلت 1700 كيلو، وخدت وقت كويس في الضرب ورجعت بدون تزود بالوقود اصلا. 1700 كيلو مدى بعيد جدا، تمام. لو عملت تزود بالوقود في النص بديها مدى اكبر، مديها وقت اطول. كله بيتكلم على السودان لو وقفت مع مصر، موضوع سياسي بحت طبعا. إسرائيل تتدخل إلكترونيا بدون ما نعرف؟ لا لا طبعا، ما فيش حاجة اسمها بدون ما نعرف، تمام. بصوا يا جماعة، حاجات كتير أنا بسمعها وفعلا بتعصب لما بسمعها. قصة إن أمريكا تقدر تتعامل توقف طياراتنا في الجو، أمريكا تقدر تتحكم في طياراتنا في الجو، إسرائيل ممكن تعمل حاجة بدون ما احنا نعرف. لا يا جماعة الموضوع ما بيمشيش كده. في وسائل رصد،
وسائل الوصد اكتيف، وسائل الوصد باسيف، يعني ايجابي وسلبي. سلبي اللي هو بنقدر نعرف مين بيعمل ايه، لو حد عمل تشويش عليك انت تبقى عارف مصدره فين على الاقل، او طياره رفيله تقدر تحلل ده لوحدها. انا مش محتاج زي ما قلت، انا ممكن طيارات الرافيل تنفذ الضربة بدون حتى طيارات، ما يكون معاها طيارات دعم إلكتروني، هي بنفسها تقدر تقوم بدعم إلكتروني لنفسها. اللي بيقول لازم عملية خاصة مش شرط ضرب الطيران، كل الوسائل متاحة. انت لو شفت انا لما اتكلمت عن المهمة اللي هي بتاعة السد، قلت ان هما لما في ألمانيا، لما جم ضربوا في ألمانيا قالوا ان هما 3 احتماليات، قالوا من ضمنهم القوات الخاصة. طبعا ممكن الكلام ده اللي يحدده الملاحين الجويين، هيحدد الخرسانة دي تقدر تستحمل قذائف او صواريخ بحجم او وزن قد ايه، وساعتها يشوف هل ده احتمال وارد نقدر نعمله، او مثلا ليه حلول عاملة ازاي بالطيران بالبحرية، ايا كان قوات خاصة ايا كان، هما اللي يحددوا. انا وريتك من خلال كلامي العمليات اللي هي زي دي بتتعمل ازاي هاجم على هدف حصين جوه حدود دولة تانية من مدى بعيد. انا وريتك بتتعمل ازاي وفهمتك البرنسبلز بتاعتها او الاول القواعد بتاعتها، وفهمتك جودة المنظومات دي من دول تانية، وفهمتك كمان جودة الطيارات بتاعت اثيوبيا نفسها من دول تانية. هو انابل هامر 1000 وات للنسخة التحصينات. انا ما عنديش فكرة بصراحة اذا كنا احنا بنمتلكها ولا لا، ما اكدبش عليك. تمام، انا بحب برضو لما اقول حاجة اكون واثق منها. تمام، بس انا في الخارق للتحصينات في ليبيا استخدموا السكالب، برضو عشان اكون صريح معاك استخدموا السكالب، ما استخدموش انابل. تمام، هو مش انا اللي بقول ده، هم استخدموا الانابل السكالب، الانابل الهامر، في ان هم يضربوا الدفاع الجوي. برضو نفس الكلام، كل الناس بتتكلم عن السودان يا جماعة واثيوبيا. يا جماعة احنا مش مشكلتنا في المدى، عشان بس نكون صراحة. تمام، مش المشكلة في المدى خالص. تمام، احنا ما عندناش مشكلة في المدى، احنا نقدر نضرب الهدف ده عادي. زي ما قلت لك الرافال بدون تزود بالوقود بتقدر تسافر 1700 كيلو وعادي جدا، بتروح هناك بتضرب وتشتغل فترة كويسة وترجع بدون تزود بالوقود. لو زودتها بالوقود هتقعد اكتر، واي يعني عايز اقول اشتباك جوي او كده في ليبيا كان يعني بيخلص في غضون ثواني. تخريبه بأي طريقة، ماشي. يعني حضرتك في ناس بتقول يا جماعة يعني قصة ان احنا نخرب السد وبتاع كل ده، طبعا زي ما قلت لك الموضوع مبني على دراسة السد بحجمه وكده، وده علم يا جماعة، ده علم بحاله واقف على القصة دي، يعني علم الملاحين الجويين دول ناس مش موجودة وخلاص. تمام، ده علم بحاله واقف على انه بيدرس التحصين نفسه، وبيدرس القنابل او وزن الشحنة المتفجرة اللي لازم تأثر فيه. تمام، يعني ده موضوع مش سهل، مش زي ما انتوا فاكرين. تمام، فوانس ان المعلومات دي وصلت عندنا سلاح الجو اكيد طبعا خلاص تعرف هيكون الرد ازاي، قنابل ولا صواريخ ولا قوات خاصة ولا كده، على حسب مين يقدر يعمل ايه. شكرا حضرتك جدا. هل يمكن تدخل في اثناء قيام القنابل من ارتفاع منخفض؟ لا، هو يعني عشان اكون صريح معاك، هو الفرنساويين، انا برد هو واحد بيسالني بنستير ممكن يتدخل اثناء قيام القنابل من ارتفاع منخفض. بص انا هتكلم برضو عن الرافال في عمليه هارماتان فوق ليبيا، ما كانش فيه رمي قنابل من على ارتفاع منخفض خالص، كانت كل رمي القنابل من ارتفاع عالي. تمام، ولو كان في حاجة زي البنستير هناك كانت بتتضرب،
تاني بنضرب الهدف، بنعمل عملية إحباط للدفاع الجوي، فبنضرب الحاجات اللي هي زي الدفاع الجوي تمام، وبعد كده برمي القنابل من الأعلى تمام. الحاجة الوحيدة اللي كانت بتتعمل في عملية هرمتان من ارتفاع منخفض هي عملية تصوير لوحدات الدفاع الجوي، كان بيطير من ارتفاع منخفض علشان خاطر الصواريخ ويعمل بوب اب، يعني بيعمل يعني يطير ارتفاع منخفض ويروح طالع فجأة، وهو في الطلعة دي بيبدأ يصور وبياخد شطات ويرجع تمام. اه طبعا السعودية عملت وينج لونج ماشي 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 مفيش مشكلة. طيب واحد بيسألني عن رأيه في الاف 16، هل ممكن مصر تتعاقد عليها؟ ما عنديش فكرة بصراحة. ممكن ممكن لا ممكن اه ممكن لا محدش عارف. يعني انت لو هتسألني عن رأيي في الطيارة دي، انا اقدر اقول لك ببساطة خالص ان هي طيارة دعم ممتازة، كدعم خفيف يعني، تقدر تقول ان هي معمولة القنابل بتاعتها والذخائر بتاعتها. طبعا هي طيارة المفروض ان هي سعرها رخيص، حتى تصليحها، تكلفتها، تكلفة التشغيل بتاعتها، كل ده رخيص فاهمني. فطبعا حتى القنابل اللي بتستخدمها كل ده تمام، فهي ممكن تشتغل طبعا في سيناء كويس جدا يعني، وتساعد كمان القوات ماشي يا عم اديني واقف على راسي، ممكن تساعد طبعا القوات الأرضية كويس جدا يعني. طيب ليه تركيا دمرت منظومات الدفاع الجوي السورية بسهولة؟ طيب انا هقول لك انا اعرف ايه عن الموضوع ده، او ايه الكلام اللي داير. يعني الكلام اللي داير ان الروس بيتدخلوا في قصة ان انا اسمح للسوريين ان هو يستخدم الدفاع الجوي او لا، دي اول حاجة، ده اللي انا سمعته، انا بقول لك اللي انا عارفه يعني. تاني حاجة زي ما قلت فوق خالص، ان ممكن التشويش الالكتروني يخلي كفاءة المنظومات ما تتمش بسهولة تمام. يعني لو قدر يشوش على البنستير وعرفه ان مفيش طياره جايه ناحيته، وراح الطياره قدرت ترمي عليه قنبله، التعامل صعب قوي مع القنابل، لان القنابل حجمها صغير على الرادار فاهمني، حجمها صغير قوي عن الصواريخ. يعني الصواريخ دي حاجه صعبه، يعني الطياره حاجه كبيره، الهليكوبتر حاجه اصغر من الطياره شويه بس حجمها كبير، الصاروخ حجمه اصغر، القنبله حجمها صغير جدا. فممكن طبعا يشوش عليه وبعد كده يرمي له قنابل طبعا ممكن، بس هو خلي بالك انا اللي انا سامعه ان الروس بيتدخلوا في قصة قرار للدفاع الجوي. وبعدين الحتة بتاعت ادلب مش متغطية راداريا كويس من الدفاع الجوي السوري، بسبب ان هي منطقة حرب، فهم عشان يحافظوا على المنظومات بتاعتهم فبينسحبوا، فأقول قليل قوي لما تلاقي منظومات. فلو انا حطيت منظومه زي البنستير وما ساعدتهاش رادارياً، قلت لها ان في طياره بتقرب منك، فممكن الطياره تيجي من مدى ابعد من الرادار بتاعها تمام وبترمي عليها، بس هذه القصه يعني. وانت لو عاوز تضرب البنستير، والبنستير فيه دايره يعني راداريه كبيره، فانت بتضرب رادار الانذار المبكر الاول، والفرنسيين كانوا بيعملوا كده على فكرة، كانوا بيضربوا رادار الإنذار المبكر، دي قاعدة رادار كبيرة، دي بترصد الأهداف على مدايات بعيدة قوي، وتبدأ تحذر منظومات الدفاع الجوي من الطيارات اللي جاية. فبتقدر انت بتضرب لو ضربت انت العصب اللي هو الإنذار المبكر نفسه، انت بتعمل شلل في منظومات الدفاع الجوي كلها، لأن هي كلها كله بيقتصر بقى على المدى بتاعه بس، فما بقاش فيه تحذير، هو فجأة بيفاجئ ان هو من جوه المدى بتاعه طيارة، ساعتها الطيارة بتقدر تضرب من مدى ابعد من مداه، تقدر ترمي انابل، ترمي صواريخ عليه، لان الصواريخ والانابل دلوقتي بقى مداه اكتر من مدى البطاريات. انا من السعودية ماشي يا عم، على راسنا من فوق يا سيدي،
ان انت من السعوديه وانتوا اخواتنا. ماشي، على فكره بمناسبه السعوديه، السعوديه بتمتلك طبعا البانكر باستر، تمام، وعندهم في السعوديه عندهم قنابل بتتوجه بالتوجيه الليزر، تمام. هو حتى بيقول، يعني هو صاحبنا من السعوديه سلطان 80 ده بيقول ان عندهم الاف 15 اس اي، طبعا دي تقدر تشيل يعني تقدر تشيل تسليح ممكن سيرب اف 16، تمام، او نص سيرب عشان ما اكونش ببالغ، يعني ممكن نص سيرب اف 16 يشيلوا مثلا هناك عندهم طيارات الاف 15 اس اي، تشيلهم مثلا اربع خمس طيارات تسليح، كتسليح يعني. فطبعا لو الاف 15 دخل وساعدنا، لو بفرض ان هو سياسيا ينفع والاف 15 هو اللي ساعدنا في الموضوع، طبعا الموضوع هيبقى اسهل بكتير. ده لان هم كمان السعوديه بتقدر تستخدم الداتا لينك 16، فوسائل الربط بيننا وبين وصلات البيانات بيننا وبين الرافيل والاف 15 هتكون سهله جدا. لو في انذار مبكر كمان معانا ده يبقى كده عينه بقى. ما اعرفش، هو انت بتسألني على قنابل الخارقة للتحصينات، ممكن لو تعاقدنا عليها ممكن طبعا. انا رفعت راسي، والله هروح فين تاني. طيب، الدفاع الجوي السوري فشل مع الدرونز التركي، زي ما قلت التغطية الرادارية، وزي ما قلت التغطية الرادارية مش كبيرة هناك في إدلب. وعندك كمان إن زي ما قلت الروس بيتدخلوا في قرار إن أنت الدفاع الجوي السوري يقدر يعتمد على نفسه. ممكن طبعا، ممكن القوات الجوية المصرية تبدأ في الاعتماد مستقبلا على الطيارات الأوروبية. طبعا، بس هو انت ما ينفعش تخرج اف 16 فجأة، يعني فاهمين؟ الاف 16 مقاتلة يا جماعة كويسة جدا 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 جدا. لو تتخيلوا فعلا بجد الطيارة دي ازاي الناس او كل الخبراء بره في أسلحة الجو بيتكلم على اف 16، اف 16 فعلا قاتل محترف في السماء زي ما بيقولوا، يعني حجم صغير، حمولة كبيرة، مدى كويس، منورة تحفة، تقدر تكون يعني فعلا خطر على أي طيارة وأي دفاع جوي وأي هدف. لا لا لا، قوية، طيارة قوية جدا. فأنت برضو أنا ما حبس خروجه، وخصوصا البلوك 52 ده حقيقي يعني. لا معلش، احنا دلوقتي عندنا في الدفاع الجوي، انا برضو يعني برضو شوية مش متخصص في موضوع الدفاع الجوي، بس معلش احنا عندنا منظومات محترمة جدا. لا لا لا، فرق كبير قوي بيننا وبين الاثيوبيين، يعني احنا عندنا سام 3 ماشي، الام 2 ده بتشور الام 2، بس هو مش وحش، انا ما قلتش انه وحش، بس انا قلت انه هو مش مصمم انه يعترض صواريخ شبحية زي الجسام، والكلام ده مش أنا اللي بقوله، تمام. هو ده اللي حصل في سوريا، تمام. بس يقدر، بص برضو يقدر لو أنت دعمته برادارات أقوى وفهمته كويس بطريقة أحسن إن في هدف جوي جاي زي الجسام ده جاي ناحيته أو بالقرب منه، طبعا ممكن يتعامل معاه. وخلي بالك السام 3 الام 2 ما يعيبوش ان هو مش قادر يشوف، لا هو يعيبه الدعم. هما في اثيوبيا رادارات عندهم اللي بيعتمدوا عليها رادارات قديمه جدا، تمام. لكن انت لو بصيت مثلا على نفس المنظومه في صربيا، المنظومه اللي هي القديمه دي وقعت طياره شبحي، فهي قصه ان هي تضرب طياره شبحي هي بتعتمد على قصه انت داعمها بمنظومات أقوى على مستوى الرصد سواء راداري أو كهربصري، يعني حراري أو راداري. لو قدرت تدعمها بالطريقة دي، لا أنت ممكن توقع طبعا صواريخ زي كده. غير كده أنت جنبها إيه؟ يعني بيكملها عندنا الطور والبنس، والطور قصدي والبوك، فاهمني؟ كل ده موجود، يعني يقدر يدعمه طبعا بسهولة. لا لا طبعا، لا فرق كبير قوي. هم هناك يعني انا مش عاوز اقول اللفظ، بس هو يعني متاخرين شويه، تمام، بعكسنا. لا احنا عندنا شبكه دفاع جوي قويه جدا، حتى لو سام 3 موجود، سام 3
قوي، بس هو الفكرة انت دعمه بجدار، يعني قايل له ان في هدف جاي من بعيد، في هدف شبحي، في هدف انت مش شايفه بتنبهه، عكس ما هم شغالين يعني بطريقة بسيطة قوي. خطة لضرب السد شكلها هيكون ازاي؟ واقفة على التحكمات السياسية، ودي حاجة انا ما اعرفهاش. تمام، هل هتمر من فوق يعني هتخترق زي ما احنا قلنا؟ اثيوبيا دولة حبيسة، يعني هتيجي تضربها من اي حتة لازم هتخترق اجواء. تمام، طيب هتخترق، هل سياسيا بقى دي بقى حاجة سياسية، هل انت تقدر تخترج هنا ولا هنا ولا هنا؟ طبعا الموضوع ما مش سهل ان انا اقوله لك، انا برضو مش ملم بالسياسة، الموقف السياسي انا طبعا اكبر من ان انا اقدر اقوله لك يعني. تمام، بس انا قلت لك ان احنا الامكانية، وريتك دلائل احنا نقدر نعمل ده. تمام، دلائل مش بتتكلم عن سلاح الجو المصري على قد ما هي بتتكلم بيوريك يعني امثلة من بره، فاهمني؟ وريتك الهرمتان، يعني اللي هي العملية بتاعت هرمتان. لا بص، الاثيوبيين كقصة ان هو يطير بالسخوي 27 على ارتفاع منخفض، لا بص، وسائل الرصد دلوقتي مش بس رادار. تمام، وبعدين الانذار المبكر، لما انت يكون معاك طيارة انذار مبكر، تمام، دي بت 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 بتشيل من عليك قصة رصد الاهداف حتى لو على ارتفاع منخفض، فهي ممكن تقدر تشوفه لك. قصة كمان ان انت بالاستطلاع الاشاراتي، لان طيارة السخوية اكيد عشان تضرب عليك فهتحتاج تفتح رادار. تمام، هتحتاج تتصل يتواصلوا مع بعض الداتا لينك، كل ده ملقوط من الرافيل، كل ده الرافال تقدر تلقطه، فاهمني؟ كل ده هيتلقط وقتي سواء من الرافال او اي منصة استطلاع الكتروني، فاهمني؟ لا، فهي اصلا السخوي مش ده شغلها، يعني انت عارف لو قلت لي ميج، الميج مقبول شوية، لكن السخوي مش ده شغلها خالص. غير كده سخوي هما زي ما قلت لك ما عندهمش خبرات، كمان هما ما عندهمش خبرات، ما بيتدربوش مع حد، فاهمني؟ فما عندهمش خبرات في أسلحة الجو من تمرينات جوية تقدر تخليه يعني يعمل عملية اعتراض لطيارة متطورة زي الرافال أو الميج 29 ام 2 مثلا. لا الموضوع مش سهل يعني، لا 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 ما اعتقدش. قدرات الرافال شو ده ممكن تصرف ده؟ في حد هنا بيسألني على قدرات اللوك داون شوت داون. طبعا ممكن تصفي هدف من، بس خلي بالك بيبقى مدى ما يزيدش عن مثلا اللوك داون شوت داون بسبب دائرية الأرض، فما تقدرش تضرب صاروخ على هدف من مدى بعيد، لأن بيتأثر برضو بالموجات اللي بتطلع من الأرض. فهو أنت بتتكلم في مدى مثلا 25 30 كيلو. الطيفون، بص يا جماعة، الطيفون زي الرافال، بس هي الفكرة الطيفون يميل أكتر لشغل الجو جو. تمام، لكن الرافال يميل أكتر للضرب الأرضي. تمام، يعني لو أنا قدامي الطيارتين أنا أقدر أستخدمهم سوا في نفس العملية، أخلي الطيفون يقوم بالشغل الجو جو والسيطرة الجوية، الرافال تقوم بالشغل الضرب الأرضي والسفن وكده. يعني هي الطيارة الرافال طيارة هجومية، تمام، تميل للهجوم، لكن الطيفون طيارة تميل لقصة الجو جو كمقاتلة أكتر. تمام، على فكرة الاتنين كانوا نفس المشروع، بس هي فرنسا انسحبت لأن هي كانت عاوزة مقاتلة بتميل أكتر زي ما قلنا للهجوم مش للجو جو. فرنسا لحد النهارده بتستخدم في الجو جو المارش داش 5.
افتكر مصر هتضرب، الموضوع سياسي بحت، ما اقدرش افيدك فيه. يعني انا قلت لك احنا مش بتوع حرب، تمام، لكن احنا لو موضوع فتح للحرب احنا عندنا القدرة ان احنا نعمل ده. بس هو لحد دلوقتي موضوع سياسي، انا بس بحاول افهمك الموضوع لو في الحرب يبقى شكله عامل ازاي. يعني التيفون والرافال زي المراج والاف 16، مش عارف انت بتقول ده. لا بس هو لا، يعني المراج والاف 16 جيل اقل سنة، التيفون والرافال 4.5. نقدر ندمر السد، الجيش الاثيوبي كله، مش نضرب السد. اه طبعا ممكن، بس هو معلش انا معاك، انا ليه يعني انت عايز تضرب السد بس؟ قدامكم 4 دقايق يا شباب كده. لا ما السؤال ده انا مش، بص انا بصراحة، انت بتسألني على قنابل الحيوية نصر 9000 دي، انا ما عنديش معلومة بصراحة عنها الا وزنها، تمام، وما عنديش معلومة هل هي في الخدمة اصلا ولا لا. بس 9000 طن دي، يعني 9000 كيلو، 9 طن، انت بتتكلم على قنبلة 9 طن، محتاجة منصة كبيرة قوي، طيارة ضخمة عشان ترميها، فاهمني؟ طيارة ضخمة يعني تأمين أكتر، يعني عرضة للدفاع الجوي إن هي تتضرب بطريقة أسهل. يبقى إحنا كده بنجيب الزمن بالعكس، دلوقتي زمن مقاتلات صغيرة بحمولة متوسطة تقدر تعمل ضرر كبير. زمان كان عدد طيارات كتير قوي وطيارات ضخمة جدا عشان تشيل قنابل كبيرة يعني. فلا احنا ماشي الزمن بالعكس، هو دلوقتي احنا في العكس اللي انت بتقوله. يعني بص هقول لك على حاجة بخصوص موضوع الداتا لينك. يمكن انا هنا هقدر افيدك شوية، بقصة ان انا معايا هنا اللي بيتكلم عن كورونا ده، انا صيدلي على فكرة، بس احنا الموضوع مش بنتكلم عن الكورونا خالص. بص هوريكم حاجة هنا يا جماعة مهمة اوي. ده مانوال للطيارة الرافيل، تمام، يعني انا كنت محظوظ ان يعني المندوب بتاع شركة داسو عطاهوني في معرض ايدكس اللي فات، تمام. ده زي ما تقولوا كتيب تعريفي بالطيارة. هوريكم حاجة مهمة قوي بخصوص موضوع الداتا لينك ده، هو ده الجزء اللي بيتكلم عن مالتي سنسور مستشارات الطيارة. شايفين الربط ما بين الإيواكس والرادارات الأرضية أو غرف العمليات والطيارات وبعضها. ذاكر هنا حاجة مهمة قوي هحاول أوضحها لكم، مش عارف واضحة ولا لأ، بس هو بيقول إن الرافال تقدر تتعامل بداتا لينك 16 اللي هي الداتا لينك اللي انا حاطط عليها صباعي دي، داتا لينك 16، والداتا لينك 16 دي اللي هي بتعامل بيها النيتو كله دلوقتي، تمام، دي اللي هي بتعامل بيها النيتو كله، بتربط بيها الطيارات ببعض، تمام، بين الانذار المبكر وطياراته وبعضها. اور ناشونال داتا لينك، يعني انا اقدر اربط الرافيل فيها ميزة ان انا اقدر اربطها باي داتا لينك تاني. فهو ده طبعا ممكن تقدر تربط الرافال بطيارات تانية، تمام. ده ردا على سؤالك بخصوص الداتا لينك. يعني
انا انت بتقول لي في مفاجآت عند اثيوبيا، انا بصراحة ما يعني ما اعرفش يعني. انا قلت لك اللي انا عارفه اللي هم بيعلنوا عنه حسب المعلومات المتاحة، فانا حاولت افيدك على قد ما اقدر يعني. هو محمد رجب بيقول لي ارفع راسك، انا اتمنى يكون ده محمد رجب اللي انا عارفه اللي هو صاحبي يعني، وانا عمال ارفع في راسي والله، بس بحاول افرجك يعني معايا يعني. 25 الهندية اللي هي F16 بس مدى أكبر، أنا مش عارف إيه هي الإف 25، بس لو قصدك على الإف 16 بلوك 70 مدى أكبر طبعا من الإف 16 العادية وإمكانيات أعلى يعني. كده بختم معاكم يا شباب، شكرا لكم جدا، معلش طولت عليكم، حاولت بقدر الإمكان أتكلم بهدوء على قد ما اقدر، علشان انا عارف ان مش كل الناس مستوى المعرفه بتاعتها ومتابعتها للطيران وكده زي بعضه، فبحاول بقدر الامكان ان انا افهم كله وادي الفكره لكل. شكرا لكم جدا، واتمنى اشوفكم في وقت تاني. تمام، وزي ما احنا قلنا اللي انا اتكلمت وقلته النهارده هينزل كفيديو، وتقدروا تكونوا مطمنين جدا. المعلومات دي مش معلومات سريه، دي معلومات انا قلت المصادر بتاعتها سواء كانت فرنسية أو صينية. تمام، أنا أعتبر كل حاجة أنا بعملها تقدروا تقولوا عليها إن هي متابعة للدنيا، وبحاول بقدر الإمكان أفهمكم وأحطكم في الصورة معايا. شكرا لكم جدا، وأتمنى يومكم يكون حلو جدا. يلا سلام.